بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة واستاد الأهلي. في الجزء الثاني من حلقتنا هينضم إلينا نجومنا الكبار، نجوم التحليل في قناة النادي الأهلي، كابتن مصر النادي الأهلي كابتن ماهر همام، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن شريف عبد الفضيل، وتحليل وافي جدا لكل ما جاء في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. في البداية اتكلم مع حركة على حاجة مهمة جدا. النهاردة كان في مؤتمر او اجتماع ما بين كابتن محمود خطيب مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، والحديث عن العديد من الانجازات لمجلس اداره النادي الاهلي في ثلاث الشهور الاخيره، وايضا حوار ما بينه وما بين الرموز وتكريم الرموز. النادي الاهلي بيعمل كمؤسسه، وشغل المؤسسه ليها ادوار مهمه جدا سواء على الصعيد المجتمعي سواء على الصعيد الرياضي وعلى صعيد الدولة ككل. النادي الأهلي في هذا الأمر صراحة تكريم زي ما حضراتكم شايفين رموز النادي الأهلي عبر التاريخ، وكابتن عادل هيكل وكابتن ميمي درويش وكابتن ميمي عبد الحميد وكابتن طه اسماعيل وكابتن فاروق الدزوي مروان كنفاني وطه الطوخي وأحمد زايد، طبعا كل دول كباتن، وكابتن فاروق تركي وكابتن عزة أبو الروس، كل أسرة النادي الأهلي سواء في كرة القدم سواء في الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، تكريم الرموز. دائما وأبدا أما يكون لاعب كبير وأعطى الكثير لناديه وحصل على العديد من البطولات، وكان كمان مجلس إدارة النادي الأهلي ركز على أن يكون هذا النجم اختتم مسيرته في داخل جدران النادي الأهلي، دائما بيكون حابب التكريم وهو عايش وهو لسه حي يرزق. وصراحة لفتة جميلة للغاية، واللفتة دي فكرتنا لما حضرتك بتتفرج على دوري أبطال أوروبا، بتتفرج على الدوري الإنجليزي، بتتفرج على الدوري الإسباني، بتلاقي لقطة كده داخل الملعب بيتم تكريم الناس وهي عايشة، بتشوف تكريم لسير بوبي تشارلتون في مانشستر يونايتد وهو لسه عايش، شوف إحساسه عامل إزاي، تكريم نجوم برشلونة في وسط ملعب الكاب ناو وهم لسه عايشين، الجمهور بيحتفل بيهم وبيديهم التكريم. وده الصراحة الخطوة السباقة اللي خدها كابتن محمود خطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي طبعا المكتب التنفيذي، بأنك تكرم رموز النادي، تكرم تاريخ النادي. اللافتة اللي حضراتكم شايفينها درع النادي الأهلي بنسره وممثلا في رئيس مجلس إدارة المنظومة كابتن محمود خطيب، وسط العيلة، عائلة النادي الأهلي، هو ده عنوان العائلة، لم الشمل ولم الرموز والحاجة اللي تفرح، طريقة المؤتمر تنظيمه الحاجة كانت مبهرة، طريقة العرض الصراحة في كل الجوانب وبكل النواحي حاجة تفرح. انت النهاردة شفت حاجة تفرح، حاجة تفرح وتشرح القلب وانت بتتفرج على ناس اعطت الكثير للنادي الاهلي. لقب نادي القرن ما جاش من الصدفة، ما جاش من بطولة واحدة، ما جاش من سنة، ما جاش من سنتين، ده مجهود ومشوار طويل ابتداه النادي الاهلي من 1907 وحتى الان في 2018، مشوار طويل جدا كل هؤلاء الرموز ومن معهم، لان طبعا دي خطوة النادي الاهلي لسه في سلسلة من التكريمات ستحدث لكل رموز النادي الأهلي في كل الألعاب وفي كل الرياضات وفي كل الجوانب والنواحي. كل هذا الأمر هي خطوة بداية، النهاردة تم تكريم 20 من الرموز والبقية تأتي. وهو ده الدور المجتمعي، الدور المجتمعي ودور المؤسسة اللي بتلم شمل أعضائها، اللي فعلا الناس بتحس بروح العيلة، الناس بتحس إنها ما تنسيتش، لأن النجوم كبار بطلوا 30 و40 سنة، ممكن يكون الكلام عنهم يقل، ولكن هم موجودين، موجودين في وجدان كل أهلاوي، لأن كل واحد منهم أعطى الكثير، عرق وتعب وتعلمنا منه يعني إيه النادي الأهلي، تعلمنا منه يعني إيه بطولات، تعلمنا منه يعني إيه أخلاق ومبادئ النادي الأهلي وأساليبه، وإزاي بيرتب أوضاعه، وإزاي بيبص دايما للمستقبل، وإزاي يعني إيه نكسب بالطريقة الكويسة، إزاي نجتهد في الملعب، إزاي لغاية آخر نفس في أي رياضة، في أي رياضة مش بس في كرة القدم، النادي الأهلي بيلعب لآخر نفس، بيلعب على البطولة والبطولة بالشرف.
التنافس الشريف، هو ده مبادئ واخلاق النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناه من هؤلاء الرموز اللي شرفونا النهارده وشرفوا ناديهم بالحضور الصراحه في اجتماع لم العائله ولم الشمل في عائله النادي الاهلي في اجتماع اليوم مع مجلس اداره النادي الاهلي. ايضا من الحاجات الصراحه اللي بتديك انطباع ما هو النادي الاهلي وما هو قيمه النادي الاهلي الحديث عن علاج فيروس سي. اي نادي كبير على مستوى العالم، اتكلم على كل الدوريات العالميه الخمسه الكبار، اتكلم على مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، ارسنال، كل ليفربول حتى في انجلترا، لهم دور مجتمعي، لهم دور للمجتمع. انت مؤسسه كبيره ولكن بتعمل ايه للناس؟ وده اللي بيخلي لك بيدي لك فاليو، بيدي لك قدر، بيدي لك وضع داخل المجتمع. انت مش بس مؤسسه بتدي رياضه، انت لا، عليك دور مجتمعي، وهذا هو دور النادي الاهلي. نفس الشيء بيعمله ريال مدريد، نفس الشيء بيعمله برشلونه، زي في نفس الامر في تكريم الرموز، انت ايضا عندك دور وخدمه المجتمع. انت بتخدم المجتمع في ايه؟ النادي الاهلي له دور كبير جدا، وواحده واحده وخطوه خطوه بيبتدي يمشي في هذا الامر. وادينا شفنا النهارده في اجتماع النادي الاهلي الحديث والحوار عن علاج فيروس سي، وده خدمه بيقدمها النادي الاهلي للمجتمع ولكل المصريين. عشان كده النادي الاهلي نادي الوطنيه، نادي الوطنيه، نادي الوطن، والنادي الاهلي حتى كلمه اهلي هو لم الشمل للاسره الواحده واسره طبعا كل المصريين. عشان كده الواحد دايما بيحب النادي الاهلي لانه دايما موجود، وهي كلام وهو شعار، النادي الاهلي كويس مصر بتبقى كويسه. وده اللي احنا شفناه النهارده، وده من الامور اللي كانت الصراحه مبهجة، حاجة تشرح القلب. شفنا مؤتمر، شفنا حوار، شفنا تواجد، شفنا حضور، شفنا كلام، شفنا إنجازات، شفنا تطور، شفنا تطوير، وشفنا مبادئ، وشفنا حاجات كتير جدا، وتعلمنا من الموجودين حاجات كتير جدا. وإن شاء الله دايما كده يا رب يكونوا في صحة كويسة، ويكونوا موجودين مع عائلة النادي الأهلي ومع أعضاء جمعيتهم العمومية ومع كل الجمهور. ما كل النجوم ديت هي أصلا ملك للجمهور، جمهور النادي الأهلي عاشق لهذا الكيان بسبب هؤلاء النجوم اللي أعطوا الكثير والكثير، وإن شاء الله إن شاء الله البقية تأتي. أيضا في حوار مهم جدا واتعلمناه، وكلمة دايما بنتعلمها على مدار السنين، وهي كلمة وجملة الأهلي بمن حضر. كل الكلمة ديت ليها أبعاد مهمة جدا، وليها تاريخ، وليها أسس، وليها قواعد تفهم منها قيمة النادي الأهلي، وقيمة يعني إيه نادي، ويعني إيه جماعية. لأن النادي الأهلي بمن حضر دي ليها أسس، هي ما بتجيش كده بايلاك، ما بتجيش بالصدفة، ما بتجيش بمجرد كلام ومجرد شعار. وفي ناس كتير بتردد هذه المقولة، هم مش عارفين يعني إيه الأهلي بمن حضر. طب وإيه السبب؟ هو لازم يبقى في سبب، عشان دايما تلاقي قيمة لازم تلاقي سبب. ودايما النادي الاهلي بيفكر بفكر مختلف وفكر محترف منذ انشائه حتى الان، ودي حاجه من الحاجات اللي ربنا انعم بيها نعم على النادي الاهلي، ان كل مجالس ادارته منذ انشائه حتى الان، وده اللي قاله الكابتن محمود خطيب في اجتماعه اليوم، ان احنا بنكمل ما فات وبنشكر من سبق. كل من سبق له دور وله انجازات وله اشياء ايجابيه، ونحن نكمل البناء. وهنا بيجي لك مقوله الاهلي بمن حضر، إن دايما الفكر باصص لقدام، إن دايما الاستراتيجية باصة لقدام، مش بس أنت باصص على أرض الواقع اللي قدامك أو المرحلة القريبة، لا أنت باصص لقدام. يعني إيه الأهلي بمن حضر؟ الأهلي فريق جماعي، خدكوا بقى لكرة القدم. الأهلي دائما وأبدا فريق جماعي، على الرغم إن في بعض الأوقات تلاقي ناس بتنتقد النادي الأهلي إنه جماعي زيادة عن اللزوم، ما هو ده قيمة الفريق. فوتبول إز تيم جيم، يعني كرة القدم هي كرة للجماعية. في نجوم بتصنع الفارق، ولكن في الإطار الجماعي، وهو ده عنوان النادي الأهلي على مدار تاريخه منذ إنشاء النادي الأهلي وبدايته في الدوري الممتاز بقى 48، وحتى الآن هتلاقي في نجوم ولكن في فريق. مفيش نجم أوحد موجود في النادي الأهلي لو وقفته تحس إن أنت وقفت الفريق، لا. جيبها لكم بالأرقام وبالإحصائيات، النادي الأهلي بمن حضر دي أشياء كتيرة جدا جدا. روح البطولة، نادي الأهلي قوام الفريق دايما بيلعب الى روح البطوله، قوام الفريق دايما بيلعب على المكسب، بيلعب على التنافس، بيلعب ان انا ازاي اكسب، ازاي اصل للهدف، الهدف الاساسي اللي قدامي ان انا احصد الفوز. بلعب دوري، بلعب كاس، بلعب افريقيا، بلعب اي حاجه انا بشارك فيها، انا بلعب عشان اكسب. وده هو اول اسباب الاهلي بمن حضر،
دي حاجة من الحاجات المهمة. أيضا التجهيز الفني. النادي الأهلي لما بيجي يجهز فريق دايما بيبص على تجهيز الفريق والخطة بلان A وبلان B وبلان C، يعني البديل الأول والبديل الثاني والخطة البديل الثالث، وده هي دي منظومة ان انت ازاي تصنع قوام فريق. قوام فريق انت مش بس بتصنع فريق عشان يلعب لك ماتشين ثلاثة، مش عشان يلعب لك بطولة او بطولتين، لا انت بتتكلم ان كل حقبة عندك كل 5 سنوات كل 10 سنوات دي حقبة اكبر بتبتدي تعمل استراتيجية الفرقة بتاعتي هتبقى ماشية فين وهتلعب انهي نوع من انواع الكورة. يعني ايه انهي نوع من انواع الكورة؟ ما كلها كرة قدم. لا، النادي الاهلي فلسفته هجومية، لا النادي الاهلي بيلعب على الفوز. فاذا انتقاء العناصر اللي هتلعب عندي او هتكون موجوده في هذا الاطار الجماعي لازم يكون عندها هذه الخصائص، ان انا العب الى الفوز. عندي شخصيه النادي الاهلي ان انا بلعب على الفوز، ان انا اكون اخلاقي كويسه، ان انا انتظم تكتيكيا داخل الملعب، لان النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم اللي بيفرق عن اي منافس اخر وهو انه فريق جماعي. لو جينا بصينا لحضراتكم مع حضراتكم السنه دي نسبه صناعه الاهداف داخل النادي الاهلي هي نسبه كبيره جدا، ونسبة من اللي يعني عدد اللي أحرزوا أهداف في النادي الأهلي 20 لاعب. قوام عندك 36 لاعب، يعني أنت عندك 20 لاعب من القائمة بتاعتك كل خط الدفاع كنا قلنا لحضراتكم أحرزوا أهداف. أيمن أشرف في ماتش إمبي بيحرز هدفه الثاني، سعد السمير أحرز أهداف، حسين السيد باك شمال أحرز أهداف، عندك محمد هاني وأحمد فتحي وباسم علي أحرزوا أهداف، عندك عمرو السولية أحرز أهداف، عندك كل الخط الأمامي سواء جناح أجنحة ناحيه اليمين اجنحه ناحيه الشمال احرزوا اهداف، وايضا عندك روس الحربه احرزوا اهداف. اذا الاهلي اكثر فرق في الدوري المصري هذا الموسم تسجيلا للاهداف برصيد 67 هدف واقل استقبالا للاهداف ب 15 هدف. هنا احراز الاهداف ده مش بس المهاجمين، انا قلت لحضراتكم ان عندك 20 لاعب صنعوا في او شاركوا في احراز الاهداف، احرزوا اهداف للنادي الاهلي، وده بيدي لك الفلسفه الهجوميه النادي الاهلي بيلعب كوره ازاي. الناحيه الثانيه اقل استقبال الاهداف 15 هدف، ده مش حارس المرمى فقط ومش الاثنين مساكين فقط ومش الاجنحه فقط وظهراي الاجناب فقط الباك اليمين والباك الشمال بس، لا النادي الاهلي بيدافع ككتله واحده. بتلاقي طرف اليمين والطرف الشمال مهما كانوا هما مين، وحتى وليد ازارو وحتى ان كان مروان محسن وحتى ان كان عماد متعب حينما كان موجودا كله بيهاجم وكله بيدافع ككتله واحده، وده اللي بيفرق النادي الاهلي في فلسفته، ان انا بدافع كتله واحده كفرقه متكامله وبهاجم ايضا ككتله واحده وخطوطي دايما قريبه، وده بيدي لك انطباع جماعيه النادي الاهلي. فلما نيجي نقول لك الاهلي بمن حضر هتحط كل هذه العوامل هتلاقي فعلا ان انت عندك ترس، ترس ده شغال، بتشيل فرد عنصر بتحط عنصر بيمشي وترس بيمشي. فعشان كده دايما مكنه النادي الاهلي مستمره في انها بتطلع قماش، انها مستمره في انها بتحصد البطولات. الموضوع ما هواش كلام وخلاص، ما هياش شعارات، الشعارات ديت محتاجه واقع، الواقع ان انت بتخطط صح وبتعمل قوام صح بتعمل هيكل صح. عندك ايمن اشرف من اللعيبه اللي صنعت اهداف مع النادي الاهلي. وعندك باسم علي، مروان محسن، علي معلول، صبري رحيل، صالح جمعه، وليد ازارو، حمودي عاشور، وليد سليمان، باكا، مؤمن، احمد فتحي، جونر اجيا، عبد الله السعيد. اذا غير يعني صناعه اللعب في النادي الاهلي مختلفه، مش بس لعيبه خط الوسط اللي بيصنعوا اهداف. فعندك امام حضرتك باسم علي واسلام محارب، مروان محسن، علي معلول، ادي علي معلول باك شمال، ايمن اشرف ده مساك، صبري رحيل باك شمال، صالح جمعه صانع لعب، وليد ازارو راس حربه، احمد حمودي نفس القصه، حسام عاشور اللعيب الارتكاز صنع لك السنه دي 2 اسيست، باكا الجنوب افريقي، وليد سليمان باكا الراجل لسه جاي جديد لكن يخش في المنظومه، مؤمن، احمد فتحي، جونر اجريا، عبد الله السعيد. طبعا النسب بتتفاوت على حسب انا مركزي ايه في الملعب، ولكن اللي موجود فيه ايمن اشرف ده عنوان تطور الكره في العالم، مش بس في النادي الاهلي ولكن هتلاقيه موجود في النادي الاهلي. وممكن اتحداكم انك ممكن تبص على فرق تانية تلاقي عندك لاعب بيلعب مساك بيصنع اهداف، لان ده مش هتلاقيه موجود الا فرقه بتلعب بس الا على الفلسفه الهجوميه. ممكن تلاقي الكلام ده في مانشستر سيتي، ممكن تلاقيه في برشلونه، ممكن تلاقيه في ريال مدريد مع سيرجيو راموس، ممكن تلاقي، ممكن اجيب لكم اسامي، ولكن كل هذا الامر مش هتلاقيه الا في النادي الاهلي. وكان فيه في التسعينات مدرب كبير جدا في اياكس، طبعا اياكس الكره الشامله، اسمه فان خال، قال لك انا اول صناع لعب عندي هيكون الاثنين مساكين. فالناس ساعتها في هذه الحقبه طبعا في نص التسعينات قال لك الراجل ده بقى خلاص يعني بيتكلم كلام اي كلام، ازاي يعني اللعيب المساك؟ طبعا في هذه الفتره انت بتجيب واحد بادي جارد بتلعبه
واحد يكون قوي البنيه طويل بيعرف يلعب بدماغه ويقعد يخبط في راس الحربه وخلاص. الموضوع اتغير، الكره اتغيرت. فما تيجي تبص على ترمومتر الكره المصريه في التقدم، بص على النادي الاهلي هتلاقي ايمن اشرف بيحرز اهداف، هتلاقي مساكين النادي الاهلي كلهم بيحرزوا اهداف. اذا ده فريق بيلعب على البطوله، ده فريق جماعي عنده جماعيه في الاداء. ففي الاخير انت بتلاقي النادي الاهلي متصدر بطوله الدوري، ما تعرفش تمسك مين. يعني فريق النادي الاهلي بيختلف عن اي فريق منافس، ان في فرق انت عندك عنصر او عنصرين اديت لهم رقابه قويه، خلاص انت خلصت على الفريق، تبتدي تلعب بقى الباقي مش نفس الجماعيه، ما بيلعبوش بطريقه، هو بيلعبوا على لعبه واحده او على لعيب واحد او اتنين ماكسيمم ثلاثه، خلاص مسكت دول الموضوع انتهى. لكن النادي الاهلي انت هتمسك مين ولا مين؟ وهو دي الطريقه الهجوميه، ده التطور اللي موجود في كره القدم. طبعا في لعيبه وفي نجوم بتصنع الفارق، ولكن في الاطار الجماعي فريق برشلونه ميسي بيصنع فيه الفارق. ولكن عايز اقول لحضراتكم ان الموسم قبل الماضي ميسي لعب حوالي لم يلعب حوالي 20 مباراه، ونادي برشلونه فاز فيهم كلهم بمن فيهم ماتش ريال مدريد. ماتش ريال مدريد في الكامب ناو فازوا بدون ميسي، ليه؟ لان ده فريق جماعي، في فلسفه هجوميه في فريق برشلونه تشيل ميسي. الاداء والمتعه بتتاثر، ولكن النتيجه والقوام واحد. نفس الشيء في كل الانديه، بص على الريال نفس القصه، سواء كريستيانو موجود طبعا لعيب خارق، ولكن وهو مش موجود ريال مدريد بيحقق الفوز. ليه؟ لان في سيستم، في قوام، انك تعمل قوام هو ده طريقه وشغل النادي الاهلي. وعشان كده كلمه الاهلي بمن حضر بسبب هذه المقوله، ان في قوام وفي سيستم وفي تحضير على اعلى مستوى، وده اللي تشوفه مع النادي الاهلي. وعشان كده النادي الاهلي صعب ايقافه لانه كثير الحلول. انا جبت لحضراتكم من حراسه المرمى ومن خط الدفاع وحتى رؤوس الحربه كل الاحصاءات اللي بتؤكد ان النادي الاهلي بمن حضر. دي احصائيه من الاحصائيات المهمه جدا، ان انت عندك من الحركه عندك 311 طريقة لعب أحرز النادي الأهلي منها أهداف، من ركلات ثابتة 55، ضربات ركنية 30، كل دي فرص النادي الأهلي استطاع إن هو يصل بيها إنه يحقق 587 هدف. الكلام دوت بيبين لك يعني إيه جماعية في الأداء، يعني إيه أسلوب اللعب، يعني إيه الفلسفة، ودايماً الأرقام لا تكذب. عشان كده أنا بتعمد مع حضراتكم لما باجي أتكلم في النواحي الفنية بجيب لك أرقام، عشان الأرقام ما بتكذبش. ممكن اي حد يتكلم اي كلام، ولكن الارقام هي اللي بتجيب لك النقط الصح. انت فين؟ هتعرف انت فين من 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 الارقام اللي بتجي لك. عشان كده كل الناس بتجيب لك محللين اداء، وطبعا ما شاء الله في النادي الاهلي في واحد من افضل محللي الاداء وهو سيمو، ودايما احنا بنشيد بكل منظومه الجهاز الفني في النادي الاهلي بسبب هذا الاداء، سواء في هذا العام الموسم الماضي او منذ طبعا التاريخ. و193 فرصه النادي الاهلي صنعها، نادي الزمالك بعديه ب 151، والفارق لو حسبته 93 من 151 تعرفوا فرق جماعيه الاداء في النادي الاهلي ما بينه وما بين المنافسين. اذا ان انت تتصدر الدوري وتحصده من قبل ما ينتهي بخمس اسابيع، ده مش من فراغ، ده شغل واستراتيجيه، وهو ده عنوان لماذا النادي الاهلي دائما وابدا بمن حضر. نخش المره ال 15، ودي حاجه من الحاجات الارقام المهمه اللي النادي الاهلي دايما معودنا عليها. مفيش غير نادي الترجي التونسي اللي لو كسب جورماهيا كيني هيتاهل ايضا مع النادي الاهلي مناصفه ل 15 مره لدور المجموعات، ودي حاجه من الارقام المهمه جدا اللي بينفرد فيها النادي الاهلي في افريقيا. بسم الله ما شاء الله دائما منفرد في هذه الارقام. الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري قرر استئناف التدريبات يوم الخميس استعدادا لسفر الامارات يوم 26 من شهر مارس، عشان هيلعب ماتش ودي امام فريق اهلي الفجيره في اليوم التالي، والبعثه هتعود الى القاهره يوم 28 من نفس الشهر. كان الجهاز الفني منح للعيبه راحه بعد لقاء مونانا، وتجنبا للارهاق بعد المجهود الكبير اللي بذله الفريق في رحله الجابون، رحله شاقه النادي الاهلي حقق فيها مكسب مهم جدا من الناحيه الرقميه ومن الناحيه المعنويه، والرساله الى كل المنافسين في البطوله، وايضا رساله للعيبه النادي الاهلي نفسها، ان انت دلوقتي بتكسب جوه وبره، فانت لازم تلعب
على البطوله ان شاء الله تكون البطوله التاسعه. وانا برضو عايز اقول لحضراتكم النادي الاهلي من اكبر المرشحين، ولكن بالاداء وبالاستعداد القوي وبالاجتهاد. مش عايزين نغمه ان النادي الاهلي مرشح ويبتدي يبقى فيه تراخي، لا تراخي، لا لازم يبقى فيه شغل على اعلى مستوى. زي ما حضراتكم شايفين كان ممكن فريق تاني وهو كسبان هنا منانا باربع اهداف يروح يبقى متراخي، ولكن النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي في كل ماتش بيلعب على الفوز فقط، وايه العوامل وايه الثوابت والنقاط اللي عندي اللي اقدر استغلها عشان احصد الفوز. شفنا ميدو جابر، شفنا وليد ازارو، وشفنا وليد سليمان اللي بقى له ادوار جميله جدا وادوار مهمه جدا، وبقى يلعب في مركز 10 وبقى يبقى يلعب في صناعه اللعب. وايضا عندك احمد حمدي، عندك اسلام محارب، عندك حلول. النادي الاهلي بما انحدر لهذا الشان ولهذا الشكل، وعندك قطاع ناشئين في لعيبه معارين قادرين ان هم يجوا ويكونوا طبعا عندهم تربيه وتاسيس النادي الاهلي، وايضا عندهم المهاره الفنيه لتصنع الفارق. ثلاثي النادي الاهلي احمد حمدي وكريم ندفد وصلاح محسن هينضموا للمنتخب الاولمبي، ولكن احنا معنا على الهاتف سياده السفير احمد بكر سفير مصر في الجابون. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. بنرحب بحضرتك ونروح النادي الاهلي، وبنشكر حضرتك طبعا على استقبال بعثه النادي الاهلي في مونانا، وصراحه الاجواء كانت طيبه جدا، وسمعنا ان النهارده كان في تسهيلات لبعثه النادي الاهلي ان هم يدلوا باصواتهم في الانتخابات. ايوه بالظبط يا فندم. لا اهلا بيك والف مبروك للنادي الاهلي الفوز المستحق، ويعني وطبعا يعني النادي الاهلي بجميع افراده شرفونا وهنسونا، وكانوا حاجه يعني نموذج للاحترام وللقدوه الجميله. طبعا بما ان وجود النادي الاهلي كان تواكب مع الانتخابات الخارج، احنا طبعا دعيناهم انهم يدلوا باصواتهم، اللي طبعا يعني شايف ان ده مناسب له، يعني لان هو ممكن انه يدلي خارج او يدلي في الوقت ما على حسب ما بيترى. طب سياده السفير انا عايز اسال حضرتك انطباعك عن اعداد الناخبين، يعني في كل العالم الصراحه صوره مشرفه، صوره جميله، الاعداد الوافدين على الادلاء باصواتهم صراحه حاجه جميله. ده حقيقي، ده حقيقي. لا ده حقيقي، في احساس، في وعي ان كل اللي بيدلي بصوته هو بيمارس حقه، حقه ان هو يمارس حقوقه السياسيه ويدلي بصوته، لان هو بهذه الطريقه هو بيشارك في مستقبل بلده. نعم. فده ملوش دعوه بقى هو فين، هو في بلده او هو خارج بلده، طالما في سفاره او قنصليه لبلده المكان اللي هو فيه يروح ويشارك برايه. والرساله الاساسيه هي ان مش شرط ان يكون البلد فيها اعداد كبيره من المصريين عشان تدلي بصوتك. انت لو لوحدك ومفيش غيرك في بلد معين وعندك سفاره، ممكن تروح وتوصل صوتك وتنتخب وتمارس حقك في الانتخابات. طب سياده السفير كان العدد في الجابون كيف كان؟ والله هو طبعا عدد المصريين مش كبير، يعني عدد المصريين مش كبير، عدد المصريين يعني حوالي 100 150، فده عدد صغير. ولكن دي مش النقطه، زي ما قلت لحضرتك النقطه ان الناس ديت عندها، اولا احنا كلمناهم بالتليفون وقلنا لهم يعني شجعناهم على وكله أدى حماسه. طبعا في ناس طبعا بعاد مش في العاصمه عشان يجوا، ووسائل الانتقال صعبه، فيعني مش كله قدر ان هو يجي، ولكن في ناس جت بالفعل وعدد لا باس به. يعني انا كنت بصراحه اكثر من توقعات الواحد، يعني كانت الناس موجوده وبتشارك، ولما كنا بنكلم حد أنا بنتكلم شخصيا لان العدد قليل فممكن احنا نتصل بيهم مباشره، وكانوا يعني كلهم حماس انهم يجوا وجم بالفعل. واستكمالا للكلام اللي كنت بقوله، كابتن حسام البدري جه وادلى بصوته في الانتخابات الرئاسيه في استفاره، فيعني في احساس زي ما بقول لحضرتك، في وعي بان ده واجب وطني وحق لكل مواطن. بكل التأكيد. سيادة السفير كيف كان انطباع الجالية فرج في تواصل ما بين سيادتك وما بين أعضاء السفارة وما بينهم بعد فوز النادي الأهلي ذهابا وإيابا على منانا الجابون؟ رد الفعل يعني بص
على المستوى المحلي سواء على مستوى يعني المصريين او على مستوى حتى الجابونيين. نعم. وطبعا كان متوقع، يعني كان متوقع. بداية من مباراة الذهاب والنتيجة القوية يعني اللي اتحققت، ومباراة إياب، سواء ده حقيقي سواء بالنسبة للمصريين الموجودين في الجابون او بالنسبة حتى للجابونيين. هم ما كانوش متوقعين، يعني ما كانش عندهم امال او طموحات كبيره قوي انهم يفوزوا، يعني هم كانوا عايزين انهم يلعبوا يعني لعب جيد ويعني يبقوا نموذج كويس يعني للكوره. هم ما كانش يعني امالهم ما كانتش كبيره قوي في الفوز، وكانوا مركزين قوي على ان هم يتعلموا من النادي الاهلي، وده نادي كبير قوي، وكانوا فخورين بان هو مشرفهم في الجابون، وكانوا يعني الفكره كانت تبادل الخبرات والاستفاده، وان يعني الاهلي كيف وهم راحوا يعني من الناحيه دي. واحنا شفناها حتى في بعض المسؤولين اللي كانوا موجودين في الاستاد، كانوا بيلعبوا في نادي سجاره جابوني زي. نعم، نادي سجاره. وما زالوا متذكرين اسامي الابطال النجوم النادي الاهلي زمان، يعني يكلموا على الكابتن الخطيب بيقولوا بيبو. نعم. يعني فاكرين جدا الاشياء، او فاكرين كابتن طاهر ابو زيد، وفاكرين فيعني النادي الاهلي بالنسبه لهم يعني حاجه قيمه كبيره، ودي حاجه يعني احنا اللي لمسناها. سياده السفير احمد بكر سفير مصر في الجابون، بشكر حضرتك شكرا جزيلا مره اخرى على حسن الاستقبال. الصراحه يعني رجال الخارجيه المصريه ككل والسفارات صراحه بيعملوا شغل ومجهود كبير جدا، سواء لخدمه المصريين في الخارج، وايضا حينما يكون النادي الاهلي واي من الفرق المصريه ضيفا على اي بلد بنشكرهم شكرا جزيلا. كنت بقول لحضراتكم ان احمد حمدي وكريم ندفد وصلاح محسن هينضموا للمنتخب الاولمبي صباح الثلاثاء، وده كان برضو من التنسيق ما بينهم وبين مستر هيكتور كوبر. وده المنتخب الاولمبي ده دعامة المنتخب الاول، وفي اولمبياد في طوكيو، وفي شغل مهم جدا ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. ست لعيبه احمد ياسر ريان واحمد حمدي واكرم توفيق وكريم ندفد واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن، دول اللي هيكونوا موجودين في قائمه المنتخب الاولمبي. كنت اتكلمت مع حضراتكم على موضوع ان النادي الاهلي تاهل للمره ال 15، وفي موضوع مهم جدا، الحكومة المصرية بتوافق على تحويل هيئة استاد القاهرة إلى هيئة عامة اقتصادية. ده التطور، ده مواكبة العصر، ده الشغل اللي انت تحس بيه ان انت بتنطلق خطوات امام الى مش بس الاوروبية ولا العالمية. لو جينا حضراتكم بصيتوا ملعب ويمبلي ستاديوم في انجلترا، ودايما يمكن باخد في الحته الاقتصاديه ممكن اخد انجلترا دائما وابدا في الناحيه الاوليه، لان هم من صراحه عندهم حته تحويل الكره للاقتصاد، هم يعني مميزين للغايه فيها. الدوري الاسباني الان، واسبانيا دخلت بقوه حتى في طريقه البث والجرافيكس والاعلانات وكل هذه الامور، وده شايفينه حتى في ملاعب اسبانيا ككل. ولكن انا هكلمكم ان مثلا ويمبلي ستاديوم هو ملك لانجلترا وليس ملك احد الانديه، ممكن انديه تاجره زي مثلا نادي توتنهام دلوقتي، وكان ويست هام في بعض من الفترات. ولكن ان انت تحول منظومه الى رؤيه اقتصاديه، انت هنا بتتحول لاستثمار، كره القدم اصبحت استثمار. الدوري الانجليزي نجح، واللي نجح الدوري الانجليزي مش بس عشان جراديولا وكلوب، ده ماسك مانشستر سيتي وده ماسك ليفربول، ومورينيو اصبح في مانشستر يونايتد، كل دول وكل النجوم اجويرو ومحمد صلاح نجمنا في ليفربول، هاري كين والكلام ده كله، والنجوم الكبار ما كانوش هيروحوا انجلترا الا ما كان هناك استثمار في اموال بتدفع بتصرف، وفي كمان عائد مادي قوي بيحدث من هذا الامر. انت لو رحت اي من الاستادات بره انت تحس ان انت داخل مول، انت مش داخل ملعب فقط لكره القدم، لا انت بتحس بهذا بالعديد من الجوانب. وكنا شفنا كل هذه الامور الصراحه في مشروع القرن وملعب النادي الاهلي ان شاء الله، استاد الاهلي الذي سيتم انشاؤه، وان في العديد من الامور مش بس
هو ملعب لكرة القدم ولكن في أكاديمية وفي محلات وفي 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 كل هذه الأمور موجودة في كل ملاعب العالم. لو شفت اليوفي أرينا ملعب اليوفنتوس نفس القصة، لو شفت في ملعب الكامب ناو هتلاقي في نفس القصة، ريال مدريد سانتياغو برنابيو، كل هذه الملاعب بتجيب عوائد كبيرة جدا لأن بيبقى فيها منظومة خدمة على أعلى مستوى بتحقق لك العديد من الاستثمارات، بتدي لك استثمارات كويسة، بتجيب لك فلوس، والفلوس دي معناها أن في حركة نشاط اقتصادية، وكرة القدم هو من أهم النشاطات اللي بيجيب فلوس في العالم. إنجلترا من المعالم السياحية، من أكبر المعالم السياحية اللي فيها ما هياش بيج بن وما هياش يعني الحاجات اللي موجودة هناك، لأنهم ما عندهمش أثار كتير، ولكن عندهم الدوري الإنجليزي. فتخيل ان كلنا حتى ما بيننا وما بين بعض بنبقى عايزين، انا نفسي اروح احضر ماتش مانشستر سيتي وليفربول، نفسي احضر ديربي ما بين ليفربول وايفرتون، نفسي احضر ماتش توتنهام وارسنال. ليه؟ بسبب صناعه كره القدم في انجلترا. لما نحول استاد القاهره لهيئه اقتصاديه وتبتدي يكون فيها العديد من الأنشطة، إنك إزاي تبقى عندك اجتماعات، قاعة اجتماعات. أنا عايز أقولك إن أنت ممكن تعمل فرحك في ملعب الأولد ترافورد في 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 مانشستر يونايتد، ملعب مانشستر يونايتد في قاعة أفراح. عايز تعمل اجتماعات ممكن تعمل اجتماعات هناك، في محلات ومطاعم على أعلى مستوى. عايز تعمل أي نوع من أنواع الأنشطة موجود، موجود المكان وبيتم دفع الرسوم وبتقدر تستخدم المنافع اللي موجودة. فلما تحول استاد القاهرة إلى منظومة مليئة بالمنافع هيكون حاجة ونقلة اقتصادية جميلة جدا، هتؤتي ثمارها على الرياضة المصرية ككل، مش بس على هيئة الاستاد. وهتشوفوا الاستاد القاهرة ده حاجة تانية خالص، على الرغم ان هو بالنسبة لأفريقيا حاجة طفل، ولكن بالنسبة للعالم هيبقى انطلاقة قوية جدا جدا. نتمنى ان يبقى في اجراءات في اقرب وقت ممكن عشان نبقى مستمتعين بالتقدم وفعلا ننتفع من هذا الشأن. دي حاجة مهمة للغاية. انا هطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكبار كابتن ماهر امام وكابتن شريف عبد الفضيل، وحوار ونبتدي نتكلم في ماذا جاء في الجولة 29، وايضا نكمل كلامنا معاهم ولماذا النادي الاهلي دائما وابدا بمن حضر واوعى تروحوا بعيد. النادي الاهلي حديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي، واحد من رموز النادي الاهلي الواحد دايما بيسعد بيها وبرضه بيتعلم منها، كابتن ماهر امام. مساء الخير يا كابتن ومنورني دايما على طول. ربنا يبارك لك. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي والمدافع المدرن كابتن شريف عبد الفضيل. مساء الخير يا ابو الكباتن. مساء الخير يا فاروق، مبسوط جدا ان وجودي معاك ومع كابتن ماهر، شرف ليا ان انا اكون متواجد معاه. طبعا طبعا حاجه جميله جدا. النهارده كابتن ماهر موجود معانا فلازم نتكلم على التكريم، يعني كيف شاهدت تكريم النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حاجه جميله والله يا فاروق، يعني بيني وبينك الشكل كان موجود عليه الندوه او المؤتمر اللي قام بيه كابتن عمر الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجموعته طبعا المحترمه، بتدل على ان فعلا مبادئ النادي الاهلي دي مبادئ راسخه، وان النادي الاهلي ده مؤسسه من ضمن المؤسسات الكبيره اللي فعلا محتاجه بقى انها تدرس، محتاجه ان هي تبدا بقى الناس تبص ازاي تتعلم، ازاي تشوف وازاي تقيم هذه المؤسسه. كابتن محمود الخطيب في 3 شهور 117 يوم، يمكن ده الشغل الفعلي لمجلس اداره النادي الاهلي. هو اتكلم على اتكلم في المؤتمر على البرنامج الاولاني اللي هو البرنامج الانتخابي اللي نجحوا من خلاله، بيبدا ينفذه من خلال 3 شهور او ال 117 يوم اللي هو حسبها باليوم وبالساعه وبالدقيقه. ده بيدل على ان الناس دي فعلا فاروق جايه تخدم النادي الاهلي، جايه تطور النادي الاهلي، جايه تنقل النادي الاهلي العالميه زي ما قال. فمن ضمن الحاجات الجميله اللي يمكن عرضها للجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي والصحفيين والرموز اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، يعني احساسك والرموز بتتكرم، انت واحد طبعا من النجوم الكبار ومن رموز النادي الاهلي، كان ايه يعني ما تشوف الناس، يعني الناس الكبار اللي فعلا تعبت وشقت في النادي الاهلي؟ هي دي المبادره الجميله بقى اللي كانت موجوده النهارده، يعني هي دي الحدث الجميل اللي احنا فعلا لازم نديله اهميه ونديله حقه.
ان الكابتن محمود الخطيب فكر خارج الصندوق. محمد طول عمرنا احنا بنتكرم يا شريف لما الناس تموت، يعني حاجه غريبه يعني يقول لك فلان مات، طب نطلع نكرمه ونتكلم عليه كلمتين حلوين. النهارده الخطيب يمكن لفت نظرنا بشكل كبير جدا ان التكريم لازم يكون من خلال الشخصيات ديت وهي موجوده، يعني ربنا يديها الصحه، موجوده في الحياه طبعا. وكمان تحس كده ان الرموز اللي اتكرمت النهارده دي ان جايه ربنا اداها الصحه في اليوم ده، ربنا اداها طول العمر وهو طالع على المنصب يسلم على كابتن محمود الخطيب، حاسس بفخر وحاسس بالتكريم وحاسس بالظبط حاجه جميله جدا بصراحه جداً جداً. يعني والدور جاي علينا، يعني يمكن كل الناس اللي خدمت النادي الاهلي هو كانت فتره ويعني اول حقبه، وفي بعد كده سلسله هتستكمل. برضه كابتن شريف لازم اخد رايك في هذا الامر قبل ما اتكلم. طبعا تكمله لكلام كابتن ماهر، يمكن النادي الاهلي دايما سباق بالحاجات العظيمه والانجازات، لان ده يعتبر انجاز ان انت يبقى ليك ذكرى للاجيال اللي تربت جوه النادي الاهلي وجدران النادي الاهلي، ان انت تطلع تجيبهم الناس زي ما كابتن ماهر قال من شويه ان هو الراجل طالع بيسلم على كابتن محمود مبسوط، انت رجعته للحياه تاني. الناس دي ليها تاريخ بعيد قوي، يمكن الاجيال اللي موجوده ما شفتوش قبل كده، فده مطالب ان الناس دي. وبعدين النادي الاهلي خلاص كده ادانا درس، يبقى كل الانديه المصريه دايما النادي الاهلي بيبقى سباق في الامور اللي زي دي، تتعلم من النادي الاهلي. لازم يكرموا كابتن ماهر بالزبط. كل الاجيال السابقه عشان ترجع لهم الحياه تانية، لان الناس دي برضو الميديا والاعلام ما كانش موجود زي دلوقتي. الناس دي محتاجه ان الناس تعرفها، لان الناس دي برضو تعبت وتربت واجتهدت في المكان اللي هي نشات فيه. ادي المنظر الجميل وكابتن طه اسماعيل وكباتن كبار جدا جدا طبعًا جدا طبعًا في كل حتى الرياضات، مش بس في كره القدم، جميع الرياضات الناس اللي تعبت وشقيت عشان اسم النادي الاهلي يبقى كبير. في مقوله يعني يمكن ابو تريكه كان قالها في احدى القنوات، ان يعني احنا عندنا في الوطن العربي كله الناس بيكرموا بعد الموت، ففي اوروبا دايما بيكرموا الناس في وهم على قيد الحياه. فاتمنى ان شاء الله ان ده يبقى درس وعبره. هو النادي الاهلي هو يعني خد الخطوه، وحاجه من الحاجات اللي فعلا زي ما انت بتقول بيدينا الدروس والعبر دايما، حاجه جميله جدا. وصراحه ان شاء الله يستمر ونفضل كده مع حضراتكم ونجيب لكم تكريم كل الرموز اللي موجوده داخل عائله النادي الاهلي، وايضا رموز الكره المصريه. وانا برضو يعني النادي الاهلي من الانديه السباقه اللي حتى الرموز اللي في الانديه الاخرى ما بتتنسيش يا كابتن ماهر. ويعني كنا بنتكلم دايما مع حضرتك بتجدلنا كده زمان كنا بنعمل كذا، وبنتعلم من كل كلمه حضرتك بتقولها والنجوم الكبار اللي بيقولوها، سواء بقى في ماتشات زمان سواء في سادي الاهلي، بيبقى كل كلمه بالنسبه لنا عبر ودروس. والتواصل اللي احنا شايفينه كمان يا محمد، تواصل الاجيال حاجه جميله. يعني الكابتن محمود الخطيب ما سابش حد من كره القدم او الالعاب الاخرى، يعني النهارده مثلا كره القدم الناس دي كمان الخطيب وهو بيتكلم قال لك الناس دي ساعدتني لما دخلت النادي. ميمي عبد الحميد ده كان المدرب بتاعه، كابتن عبد الصالح الوحش، كابتن طه اسماعيل، يعني كابتن طه طوخي، وكل دي رموز حطت ايديها مع كابتن الخطيب من المراحل السنيه. وبعد كده جه بقى وقت التكريم ان هو راجل ما انساش الناس ديت. فالنهارده كانت حاجه جميله بالنسبه حاجه جميله. هنطلع نشوف تقرير عن نتائج الجوله 29 من الدوري الممتاز. الماتشات خلاص اصبحت في منتهى القوه. النادي الاهلي حسم بطوله الدوري بفوزه على انبي، والنادي المصري تعادل مع الانتاج في مفاجات بمنتهى القوه في صراع الهبوط. نطلع نشوف التقرير الصوتي عن الدوري الممتاز ماتشات في منتهى القوه. هنبتدي ب لقاء النادي الاهلي وامبي. النادي الاهلي استطاع انه يحقق الفوز بهدف مقابل شيء. كان الدور الاول النادي الاهلي فاز باربع اهداف مقابل هدف، وكان نادي امبي بقياده فنيه للكابتن ايهاب جلال. كابتن ماهر، نادي الاهلي كان بيبحث عن انه يحسم بطوله الدوري، بيلعب دائما وابدا الى الفوز. بعض التغييرات على التشكيل، وجود باكا، وجود ميدو جابر، وليد سليمان، وفي الامام وليد ازارو، وفي الاخير ايمن اشرف بيحرز هدف للنادي الاهلي، هدف جميل. ثلاث نقاط حسمت للدوري النادي الاهلي. بص يا محمد، احنا عايزين نبارك للنادي الاهلي طبعا حصوله على الدوري العام والنجمه الرابعه و40 بطوله للدوري العام، ده رقم كبير جدا بصراحه يحسب لكل الاجيال اللي شاركت في هذه البطولات. طبعا بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي محمود الخطيب ومجموعته، بنبارك للجهاز الفني حسام البدري ورجالته، بنبارك طبعا للاعبين اصحاب الانجاز الكبير واصحاب الفرح اللي هم تعبوا وشقيوا من خلاله، بنبارك لجمهور النادي الاهلي طبعا اللي هو بيساند
بشكل كبير بيعتبر اللاعب رقم 12 مشارك هؤلاء اللاعبين في معظم البطولات اللي حققها النادي الاهلي ومنها البطوله الـ40 لمسابقه الدوري العام هذا العام. النادي الاهلي بيحقق كمان يعني للعيبه ديت وللمجلس بيحققوا انجاز للمره الثانيه، انجاز الاولاني يمكن السنه اللي فاتت انهم ما خسروش ولا مباراه. المره دي يمكن بيحققوا الانجاز الثاني ويحسب طبعا لتاريخهم تاريخ الجهاز الفني ان هو قبل نهايه الموسم بحوالي يمكن خمس اسابيع او ست اسابيع، وده حاجه بيفكرنا يا محمد لو رجعنا بالجيل جيلنا احنا جيل السبعينات كنا يمكن شريف كنا بنحقق كده طبعا. ودرجه حتى الاجازه الفنيه يمكن مستر دوكوتي كان بيضطر يدي اخر 4-5 ماتشات بقى لكل الناس اللي ما بتشاركش حتى الناشئين واللي عايز يشوفها وا 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 ويكتب تقرير على كل الناس ديت ويبقى فيها تقييم جميل بشكل كبير. فالنهارده اكيد الكابتن حسام طبعا خلال الاسابيع اللي جايه ديت افتكر ان ممكن يحصل مثل اللي حصل في الماضي. وصلنا للنقطه ال 75 وده يعني اكبر تحصيل من خلال 28 مباراه. النادي الاهلي فاز في 24، تعادل في 3 وخسر مباراه واحده ويمكن سجل 76 هدف ودخل مرمى 15. بيعتبر اقوى هجوم موجود في الدوري العام هذا الموسم واقوى دفاع كمان موجود. احنا معنا على الهاتف الكابتن خالد متولي المدير الفني لنادي امبي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فاروق. مساء حضرتك مصر واخويا الكبير كابتن ماهر. يا كابتن ابو كباتن اخبارك ايه؟ كابتن شريف عبد الفضيل. وكابتن شريف طبعا من اللعيبه المحترمه اللي انا بحترمها يعني. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. كابتن خالد، كيف كانت مواجهه النادي الاهلي بالنسبه لنادي امبي والخساره بهدف مقابل لا شيء؟ والله يا حضرتك طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير ونادي محترم، في طبعا جهاز محترم وطبعا قاده اخ طبعا المحترم كابتن حسام البدري. نعم. نادي عامل انجازات، عامل اداء احسن اداء السنه دي الحمد لله على المستوى الافريقي كمان مش على المستوى المحلي. في طبعا لعيبه متميزه جدا من القدرات الفنيه العاليه جدا، معظمهم القوام الرئيسي لمنتخب مصر. فطبعا كنا عاملين الف حساب طبعا للنادي الاهلي، ولكن الحمد لله ان احنا يعني كان ما كانش في رهبه في اللقاء، ولكن طبعا حضرتك ان الجون يجي فيك في اول 3 دقائق اكيد طبعا ومن النادي الاهلي فاكيد طبعا يعني بيبقى ليه طبعا فرق معاكم في المباراه يا كابتن. طبعا وخطا النهارده حتى يمكن لدرجه انا لغايه امبارح انا بفرج الخطا بتاع مش يعني طبعا كابتن ماهر طبعا كابتننا وكابتن شريف الصليم طبعا من المدافعين المحترمين اللي هم ليهم خبرات عاليه جدا. صعب جدا ان كره ثابته تيجي فيا فاول، واخد بالك؟ يبقى التمركز غلط، الرقابه غلط، فكل الحاجات دي احنا بنشتغل عليها. فطبعا كان خطا طبعا كان خطا من المدافعين. ولكن خالد، هل مواجهه الاهلي فرقت عن مواجهه بعض الانديه الاخرى بالنسبه لك؟ طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير طبعا بنعمل له الف حساب، واخد بال حضرتك؟ ولكن طبعا بيبقى لينا طبعا الشغل مع النادي الاهلي بيختلف طبعا عن اللقاءات اللي قبل كده، ولكن الحمد لله ان بس بتشيل انت طبعا الرهبه، بتدي المعنويات العاليه للاعيبه، والحمد لله يمكن حضرتك من خلال اللقاء احنا عملنا جيم برده على مستوى عالي جدا في خلال حتى الشوط الثاني. ويمكن لما النادي الاهلي جاب الجول احنا لو برده كره عرفه السيد لو فيها لك شويه اللي هي جنب القايم كان ممكن الماتش اختلف تماما. ولكن طبعا انا بحمد ربنا على الاداء الجيد من اللاعب بتستمر فيه، والحمد لله طبعا يعني النادي الاهلي طبعا جدير طبعا بالفوز. كابتن خالد، هل فرق مع حضرتك عدم وجود بعض اللعيبه في النادي الاهلي، ولا حسيت ان الفرقه يعني ما فرقتش كطريقه اداء في عدم وجود عبد الله السعيد؟ لا طبعا عبد الله السعيد واجاييه كمان بالذات طبعا بيفرقوا كتير جدا مع النادي الاهلي. لعيبه على اعلى مستوى طبعا، بدفق قويه جدا، بيعملوا مثلثات قويه جدا مع ازارو. لا طبعا عدم وجودهم طبعا على الاقل بيريحك لحد ما، ولكن ده ما بيقللش من المجموعه المحترمه اللي هي طبعا بتمثل النادي الاهلي. ولكن احنا بنحمد ربنا ان الماتش طلع على اداء جيد، اداء محترم للفرقتين، وطبعا بنبارك النادي الاهلي لحصوله على بطوله الدوري وان شاء الله انت عندك لقاء مع الانتاج الحربي يا كابتن خالد، كيف هو الاستعداد؟ لا طبعا الاستعداد على اعلى مستوى طبعا، فرقه برضه محترمه معاها كابتن مختار كابتن مصر. نعم طبعا عاملين حساب لان هي تحتينا ببن، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في المباراه دي، مهم جدا بتدخلنا في الحته اللي احنا عايزينها واكتر، بتبعدك عن الانتاج الحربي، وهو كمان يمكن تقريبا لعب مباراه عندنا زياده او حاجه،
لكن طبعا بتريحنا جدا، فاحنا عاملين الف حساب للمباراه والحمد لله يعني داخلين محمد اكلمه يعني بهدف ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. خالد السلام عليكم حبيبي. كابتن ماهر يا حبيبي. ازيك يا خالد، اخبارك ايه؟ تمام. انا اولا بحييك لانك انت الاسبوع اللي فات عملنا مداخله معاك وقلت ان انا هقابل النادي الاهلي بشجاعه 10 لعيبه ضد 10 لعيبه، وبحييك طبعا من خلال ادائك في هذه المباراه ومن خلالك قبل اداء النادي الاهلي انك انت وصلت الام بي للمركز السادس وحققت معاهم 40 نقطه، فده حاجه بتحسب ليك بصراحه خالد. وانت قلت حتى بشجاعه ان انا هقابل 10 لعيبه، هيقابلوا 10 لعيبه، فدي كانت من ضمن الشجاعه والشخصيه اللي انت اتكلمت من خلال مداخلتك قبل المباراه. ونتمنى ان شاء الله ان الاستراتيجيه اللي انت بتسعى ليها ان فعلا تحافظ على المركز ده وتبدا تزود من المركز الخامس من المركز السادس للمركز الخامس ان شاء الله. حبيبي يا كابتن ماهر، طبعا ده كلام محترم من كابتن مصر طبعا، واخد بال حضرتك، وانت عارف انا بقدر حضرتك تماما يعني. فان شاء الله باذن الله كابتن ماهر انا بوعدك ان احنا بنجتهد بنشتغل بنصحح اخطائنا، واخد بال حضرتك، ولينا هدف، الهدف دوت ان احنا نوصل نادي انبي لمكانته الطبيعيه في الدوري العام، وان شاء الله باذن الله يعني يكون في الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله الاداء احسن واحسن باذن الله. كابتن كابتن خالد. ايوه كابتن. كابتن شريف، عامل ايه يا كابتن؟ ازيك يا شريف، عامل ايه يا شرف حبيبي؟ الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. انا ببارك ليك طبعا على المستوى الرائع اللي قدمته الفتره اللي فاتت من ساعه تولي المهمه. سؤالي بسيط بس ومحدد، هو في صلاح محسن هل تأثر فريق انبي بذهاب صلاح محسن للنادي الاهلي؟ ان هو كان من هداف الفريق انبي كمان، فهل هو تأثر فريق انبي بغيابه؟ على فكره برضه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، برضه في حاجه مهمه جدا. طبعا صلاح لعيب كويس جدا وكان هداف نادي انبي، لعيب بروميسنج، واعد، صغير، اول سنه يمكن السنه دي او يمكن السنه اللي فاتت اشترك على فترات صغيره، اول سنه السنه دي يشارك بايجابيه او بفاعليه يعني. نعم. مع نادي انبي. طبعا صلاح طبعا بقيمه، واخد بال حضرتك، مع نادي انبي كان طبعا بيزيد من القوه الهجوميه بتاعت نادي انبي، ولكن احنا عندنا برضو ناس جيده جدا وعلى مستوى عالي جدا، امثال عرفه، امثال كماره، قعود، بستوني، مش هنقلل من قيمه الناس دي، ولكن طبعا صلاح لو كان موجود معاهم كان زود الاضافه الهجوميه او الفعاليه الهجوميه لهجوم نادي انبي، ولكن بنتمنى له التوفيق في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك التوفيق يا كابتن خالد متولي من المدربين المحترمين، مدرب نادي انبي، اشكرك شكرا جزيلا. كابتن شريف، هدف النادي الاهلي ضربه ثابته، سعد سمير تحرك وخد الدفاع، ازارو تحرك وبرده خد الدفاع، وايمن اشرف حط الكره بمنتهى الجمال، وايضا كانت العرضيه حلوه من معلول. يعني الضربات الثابته بتعود مره ثانيه انها تكون حل لشفرات الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي، وهدف مبكر في الدقيقه 3. انا معاك يا فاروق، يمكن احنا كابتن حسام بدري انا اتعاملت معاه لان بشكل كبير جدا وحافظه وعارف التكتيك والتنظيم اللي بيلعب بيه ازاي. كابتن حسام البدري دايما بيعتمد على الكرات الثابته والضربات الركنيه بشكل متواصل، وليه تكتيك وسيستم معين بيلعب بيه. يمكن ده اسلوب دايما كان بيحب يلعبها على القريبه، والراجل اللي بيروح على القريبه ياخد المدافعين معاه ويخلق فرصه. ده اللي عمله سعد بالظبط كده، بيخلق فرصه في ظهر المدافعين عشان يقدر اللي جاي من القلب او اللي واقف حتى في مكانه زي ما حصل مع ايمن اشرف يقدر يحطها فيرست تايم من اول لمسه. خلينا نتكلم شويه عن ايمن اشرف. ايمن اشرف الكره وادي سعد خد الناس وازارو خد الناس ممكن وازارو كمان. شوف ده كله خلق فرص يا كابتن ماهر. ازاي اقلل الفرصه اقدر اجيب هدف. يمكن ايمن اشرف يا كابتن خلينا نتكلم عنه شويه، لان هو من بدايه الموسم احنا اتكلمنا فاروق مع بعض قبل كده ان ايمن انا قلت لك مستواه بيعلى مباراه مباراه، فما شاء الله هو بقى نمره واحد دلوقتي في المدافعين جوه النادي الاهلي. وراح منتخب مصر، يمكن انا في اكتر من لقاء اتكلمنا عن ان ايمن اشرف كان بقى قادر ان هو يلعب في ناحيه الشمال ويلعب ستوبر، فده مش موجود كتير. بيصنع اهداف يعني، عامل اسيست وبيصنع اهداف، وبيجي يعني بدا عنده قوه الشخصيه موجوده، القوه في الملعب موجوده، الكاريزما دي ما بتلاقيهاش. يعني هل ترى انه يستحق الانضمام للمنتخب؟ طبعا ده بيلعب اساسي في النادي الاهلي، يعني من اقوى المدافعين الموجودين. يمكن انا رشحته كذا مره وانا موجود ان لازم يبقى موجود في منتخب مصر. ايمن عنده خبرات كتيره، لعب في منتخبات كتيره يا كابتن. صح. حضرتك يمكن قبل اللقاء بنتكلم انا وحضرتك دايما اللعيبه اللي ذو شخصيه اللي بيبقى في اللي بيلعب منتخب كتير بيبقى بيختلف عن اللعيب العادي اللعيب المحلي. فايمن عنده خبرات، لعب في المنتخبات الاولمبي والشباب،
وده بيديله دفع اكبر ان هو مستواه يتطور بوجوده في منتخب. طب اسالك على دور وليد سليمان وهو بيلعب رقم 10 صانع العاب. وليد عنده الامكانيه انه بيتلعبه في اي مركز. ده حقيقي. وليد سليمان عنده القدره انه يصنع الكرات من تحت رؤوس الحربه او تحت راس حربه صريح، ويقدر يلعب على الاطراف اذا كان وينج رايت او وينج ليفت. بيقدر عنده المراوغه، الدريبلنج بالكوره، الشوتينج، الثرو باس، الوان تو، بيقدر يعمل كل حاجه في كره. اصل وليد لعب معاه كتير قوي ولعبت ضده من ايام الاسماعيلي وهو متواجد في بتروجيت وهو متواجد في انبي، ولما جه لعب معايا في الاهلي. فوليد اكتر واحد يقدر يلعب في المكان ده. عندك وليد سليمان، عندك اسلام محارب، عندك كمان احمد حمدي. احمد حمدي أغايي. وعندك هشام محمد كده بيقدر يلعب الحته بتاعت راس الحربه. يعني مفيش مشكله بالنسبه لغياب اي من العناصر. لا بالنسبه للكابتن حسام، النادي الاهلي دايما عنده البدائل. لا طبعا عنده البدائل موجوده اكتر من عنصر كمان، لانه عنده دايما النادي الاهلي بيحضر. ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي فريق تاني يا كابتن، بيبقى دايما عنده البدائل وعنده استراتيجيه واضحه وسيستم على المدى البعيد. بيبقى عنده رؤيه لفيما بعد. يعني ده النادي الاهلي، احنا دايما بنصنف النادي الاهلي ان هو رقم واحد احترافيا في مصر بهذا الشان. وبالنسبه لايمن اشرف، انا عايز اقول ان بردك اللعيبه الجواكر محمد شريف اللي راهن عليه حسام البدري، هو جابه كبات ليفت. في نفس الوقت حسام شافه كمان، يعني سموحه خدمته ان بدا يلعب في الحتتين. يعني بعد الاصابات اللي حصلت في قلبي الدفاع في سموحه، اضطر يدخل ايمن اشرف من باك ليفت للمكان المساك. صح يا كابتن. حسام لما بدا يختار، فعارف وانت بتختار التشكيله وبتختار الفرقه والاستراتيجيه اللي انت بتشتغل من خلالها، بتبقى انت محتاج عندك لاعب او اثنين او ثلاثه بجواكر الفرقه زي شريف كده. يقدر يلعب باك رايت، يقدر يلعب مساك، يقدر يلعب هاف ديفندر، فده مطلوب. فالنهارده نفس الشيء كنا لسه بنتكلم على وليد برضه. بالظبط. وليد يقدر يلعب، ده حقيقي، يقدر يلعب في كذا مكان. ودي من ضمن الحاجات اللي بتساعد المدرب بشكل كبير جدا محمد في الاختيارات وفي طريقه اللعب والاستراتيجيه اللي هو بيلعب من خلالها. هل دي حلول بالنسبه للنادي الاهلي كابتن؟ حلول بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لك، النادي الاهلي زي ما قال شريف، شخصيه اللاعب لازم يبقى لعيب دولي، لاعب مميز، لعيب عنده القرار، عنده الدوافع. فعشان كده اختيارات النادي الاهلي تملي بتبقى اختيارات ناجحه، والجهاز الفني بيختار اللعيبه فعلا تقدر تناسب. لباكا ودي واحده من الكور، يعني الفرص اللي كانت موجوده بالنسبه له. ايضا ميدو جابر، يعني شفنا ان الكابتن حسام البدري عمل تدوير، وحتى شفنا ميدو جابر بيتالق في لقاء منانا وبيحرز هدف. هل كان كابتن حسام البدري بيجهز اللعيبه في التدوير عشان يبقى جاهز للمراحل الاخرى في الدوري او في افريقيا؟ بالظبط. وهو ده العداله والشفافيه من الجهاز الفني في التدوير يا محمد، انك انت فعلا اللعيبه المجهده واللعيبه المصابه، انك انت مش عايز اقول البديل، ان برضك البديل او اللعيب اللي بيتغير بيبقى في نفس المستوى زي اللعيب اللي جوه، واخد بالك؟ بس هو محتاج ان هو يبدا من الاول. فميدو جابر وباقا من ضمن اللي اخذوا فرص قبل كده بحساب البدري، واحنا شفناهم كمان من خلال مباراه الدوري العام، وحتى جمهور النادي الاهلي شافهم في كذا مباراه. فعلا شخصيات من الشخصيات اللي تقدر تفرض نفسها على الساحه، ويقدروا ان هم يفرضوا نفسهم على حسام البدري. عشان كده حسام البدري بيثق فيهم بشكل كبير جدا، وبيديهم من بدايه المباراه او التغيير اللي بيعملها، وبتبقى ايجابيه بشكل كبير. وشفنا من ضمن الحاجات اللي بيلجا ليها حسام، انك انت لما بتدفع باللعب، مش عايز اقول الاحتياطي، اللعب البديل للزميل اللي بيكمل مشوار الزميل، تملي بتيجي بالايجابي، وبيحصل نوع من المكسب، وبيسجل اهداف كمان. وده اللي حصل في هذا اللقاء. النادي الاهلي وصل للفوز رقم 24 في بطوله الدوري الممتاز، 75 نقطه. كان محتاج تعادل، هذا التعادل جاء من الانتاج الحربي كابتن مختار ومواجهه امام نادي المصري البورسعيدي، تعادل سلبيا، وان كان الانتاج له العديد من الفرص. ونفس النتيجه، تعادلوا في الدور الاول 1-1، وفي الدور الثاني تعادلوا بدون اهداف. ابتدي بيك كابتن شريف، هذا اللقاء الفرقتين على اعلى مستوى. كابتن حسام حسن بيلعب على المركز الثاني، الانتاج بيلعب على البعد في جدول بطوله الدوري الممتاز، مواجهه ما بين المركز الرابع 49 نقطه وفريق الانتاج المركز 739 نقطة. ولكن الانتاج فاجئنا. الانتاج يا كابتن السنة ده يا كابتن ماهر مستواه غير السنوات الأخيرة، متقدم جدا، في بيحرزوا أهداف كتيرة، بيروحوا على المرمى كتير. يمكن ليه قلنا يعني مباراة المصري بالذات أضاعوا أكتر من فرصة، وهددوا مرمى المصري أكتر من مرة. الانتاج الحربي مختلف السنة دي عن السنوات الأخرى. النادي المصري بادي بداية قوية جدا السيزون ده، بينافس على المركز الرابع
وداخل في الثالث وفي الثاني. نعم. وعنده مباراتين مؤجلتين. نعم. كمان يعني هيخش في منافسه، هيبقى الثالث وفاضل له بونت ممكن، وكمان عنده مباريات مهمه الفتره الجايه وكلها مباريات نزول وطلوع والجدول متذبذب. طب هل الضغط ان انا عايز احقق المركز الثاني ده اللي خلى فريق الانتاج يبقى عنده اريحيه في اللقاء لحد ما؟ اكيد طبعا، لان هو عايز يحافظ يا كابتن على المركز دوت، فبالتالي بيقدر عايز يقفل بشكل كويس، يبقى عنده تنظيم دفاعي في الملعب، ليه رؤيه. كابتن حسام حسن راجل دلوقتي بقى بيشارك افريقيا، اتاهل كمان افريقيا، فبدا ان هو عايز يطلع بالنادي المصري ينقل بيه نقله ثانيه خالص. نبارك له طبعا ان هو جدد السنه دي لسه تجديد العقد مع النادي المصري، الف مبروك للكابتن حسام حسن. انا شايف ان هو عامل طفره للنادي المصري، وان شاء الله يبقى ده قوه ودفعه للدوري ويخلي ليه شكل ورؤيه واضحه ان شاء الله. كابتن ماهر، لعب النادي المصري وانا عندي ماتش سيمبا ولم احسم الصعود، هل ده اثر في طريقه اداء النادي المصري امام الانتاج واستطاع الانتاج انه يقتنص نقطه؟ اكيد اكيد يا محمد، اثر بشكل كبير، وانت عارف ان دوافع اللعيبه المصريه خصوصا لما بتشارك في بطوله اعلى من بطوله الدوري العام بيبقى كل تركيزهم، النتيجه هناك كانت 2-2 وكان مباراه صعبه على النادي المصري، اكيد اللعيبه بيبقى في تركيزها مباراه العوده اللي موجوده في بورسعيد ازاي هكسبها، فدي اثرت طبعا بشكل كبير على ادائهم مع الانتاج. في نفس الوقت مش عايزين نقلل من قيمه الانتاج الحربي، تحيه خاصه للكابتن مختار مصطفى معنا على الهاتف مدير الكره بالنادي الانتاج الكابتن خالد مهدي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، وتحياتي لكابتن ماهر امام وكابتن شريف. كابتن خالد اهلا وسهلا. كابتن خالد ازي حضرتك؟ مباراه قويه كابتن خالد امام النادي المصري، اضعته العديد من الفرص، اداء مفاجئ الصراحه للجميع، الكل كان ينتظر فوز من النادي المصري ولكن الانتاج قلب الموازين، كان يمكن اقرب للفوز باللقاء. لا يا كابتن محمد، احنا كنا رايحين كان برضو عشان كان هدفنا الثلاثة بونت. نعم. بنلعب اي مباراه دلوقتي احنا بنلعب على مركز، يعني احنا هدف المركز الخامس. نعم. وبنلعب كنا رايحين ناقصين بعض اللعيبه المؤثره في الفريق. نعم. ولكن برضه ظهرنا بالمستوى اللي انت حضرتك شفته لكل اشاد دي. نعم. ولكن يعني احنا الحمد لله كل مبارياتنا بتطلع بالشكل الجمالي وبالشكل اللي الفريق كله بيطلع بيشيد بالاداء. وده مجهود مسلم، مجهود لكابتن مختار والجهاز كله والاداره وطبعا دعم السيد الوزير، كل الناس دي موفره لنا كل حاجه، فالحمد لله احنا منظومه الحمد لله محدش حاسس بيها، محدش حاسس بالنادي، شغالين في هدوء. كابتن مختار بقى له سنه ونص معانا ومضى سنتين كمان يعني 3 سنين ونص، ما عندناش اي مشاكل خالص فالحمد لله في التعاقدات. طب كابتن خالد، كيف لم يتأثر الانتاج بانتقال واحد من هدافي الدوري عمر السعيد الى نادي وادي دجلة؟ كيف لم يتأثر الانتاج؟ كيف لا يتأثر؟ احنا الحمد لله بنبقى عارفين احنا هنعمل ايه، عملنا عملية احلال وتجديد، عملية استبدال. نعم. لو مشي فيرود قوي نجيب فيرود قوي. نعم. كان كلامنا مع خالد قمر من حوالي شهر ونص. نعم. من قبل فترة الانتقالات، وانا كنت يعني كنت بكلم معاه وانديه كتير كلمته، ولكن انا كان ماضي الراجل معايا واخد وعد ان هو ما يروحش لاي مكان تاني غير الانتاج الحربي. في الحاله دي كان لازم عمر السعيد يمشي، لو موضوع خالد قمر ما كانش مشي ما كانش هيمشي. يعني انتوا كنتوا مجهزين البديل وبحيث في حاله انتقاله ويبقى عندك البديل. يبقى البديل القوي. وايضا شرويدا امبارح كان او في اللقاء عفوا المصري كان عامل ماتش كويس قوي. احنا جبنا احنا 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 عمر السعيد مشي احنا جبنا مكانه ثلاثه. نعم. خالد قمر وشرويدا وجيمس تيدي. نعم جيمس تيدي. نعم. يعني جبنا ثلاثه نقدر يبقى في نفس اطول، لان عمر كان في الفتره الاخيره خلاص بدا يفكر في المشيان، عايز برضه يامن مستقبله وما عملش حاجه بالكوره، كل الكلام ده احنا راعينا الكلام ده، وكان باقي له 6 شهور في عقده. نعم. اخر 6 شهور احنا حاولنا كنادي الانتاج ان احنا نستفاد، والحمد لله احنا استفادنا استفاده كويسه جدا كمان، يعني ان احنا ظاهر ان انتوا كمان استفدتوا من العائد المادي، جبتوا 3 لعيبه كلها اضافات يعني. وغير كده كمان احنا لا غير الاستفاده الماديه اللي هي حاليا، لا استفاده ثاني ان هو لو اتباع احنا لنا 30% من العقد.
يعني في نادي تاني. ده مواكبه بقى للعقود العالميه. لا 30% واحنا حددناها كمان بحد ادنى رقم معين حطيناه، يعني بحد ادنى، يعني احنا لنا حريه برضو بين لنا التصرف في البيع كمان. كابتن خالد، عندكم لقاء مهم امام ام بي غدا، بتستعدوا ازاي؟ نعم في معسكر، موجودين في معسكر في جنب الاستاد، داخلين المعسكر من بدري مركزين. اتفرجنا على كابتن مختار. عندكم غيابات؟ عندنا عبد العزيز موسى هو الوحيد الثلاث انذارات، خد انذار الثالث في اللقاء في الماتش اللي فات. رجع خالد قمر. نعم يعني الحمد لله كابتن مختار والجهاز الفني مجهز ال 28 لعيب اللي عندنا. احنا عندنا 25 وثلاثة تحت السن، عندنا اثنين من النادي الاهلي اعارات اللي هو محمد حسين عطل وانضم للمنتخب الاولمبي، ويوسف علاء، وعندنا مصطفى الجمل ده واخدين كل هذه الامور يعني معاكم. وان شاء الله غدا يبقى لقاء قوي. كابتن خالد المهدي، انا بقول لك لقاء قوي باذن الله، وبقول لك انه هيبقى لقاء قوي جدا كمان، لان ام بي هدفها المركز اللي احنا برضو احنا هم 40 واحنا 39، فالفرق بيننا وبينهم بونت، ومباراه تبقى قويه جدا كمان. كابتن خالد، صراحه نادي الانتاج السنه دي مقدم لنا كوره حلوه، نموذج صراحه محترم، ويعني يا ريت تنقل لنا تحياتنا كل الموجودين، كابتن ماهر، كابتن شريف، ليك كابتن مختار وايضا كابتن مجدي عبد العاطي وحضرتك وسياده الوزير على الصراحه الشكل الجميل اللي شايفينه من نادي الانتاج الحربي هذا الموسم. بشكرك شكرا. عايزين محمد نديهم حقهم، لان هم فعلا السنه دي اختلفوا اختلاف كلي، وانا زي ما قلت لك يمكن من حلقات سابقه ان مختار برضك تحيه خاصه، زي ما حيينا زي ما شيف حيه حسام حسن مع المصري، بالحقيقه مختار مع الانتاج الحربي كفاء ابن من ابناء النادي اللي عنده خبره بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز، وزي ما انت شايف ان هو من المدربين اللي بتحب الكره الهجوميه. نعم. يعني حتى اختياراته في الحلو التجديد اختار اللعيبه المؤثره، يعني زي ما انت قلت عمرو السعيد مهاجم وهداف، لكن هو قدر مختار اتعامل قبل كده مع خالد قمر في نادي الاتحاد، فعارف ان خالد قيمه وقامه بالنسبه للحته الهجوميه دي، هيعوض النقص اللي حصل. بنحيي طبعا الحلال والتجديد اللي اتعمل بشكل كبير في المرحله الانتقاليه لنادي الانتاج الحربي، زي ما قال خالد مهدي ان في منافسه بينهم على المركز السابع والسادس، وهتبقى مباراه قويه انا شايف من جانب الانتاج ومن جانب انبي، والفرق بينهم من بعض بونت، فبقى في صراعات يا محمد يا شريف موجوده طبعاً. لسه يعني الدوري اتحسم لكن في صراعات في الاماكن المركز الثاني والثاني والثالث بالظبط، ومع الهبوط كمان يمكن في المراكز الثالثه او الرابعه الاخيره من جدول الدوري. طيب احنا ننتقل الى لقاء اخر وهو الزمالك والرجاء. الزمالك استطاع صراحه بالفوز باربع اهداف مقابل هدف، ثلاث اهداف في الشوط الاولاني وشوط وهدف واحد فقط في الشوط الثاني. كانت نتيجه الدور الاول تعادل 1-1 بين قيل الفريقين. الزمالك استطاع ان هو يصل الى النقطه 54، وكان في انتظار الاسماعيلي وبتروجيت، ولكن الاسماعيلي فاجأ مش فاجأ الجميع، هو استطاع الفوز على بتروجيت لان كان اللقاء صعب لانه على ارض بتروجيت في ملعب السويس. ولكن نعود مره ثانيه للقاء الزمالك. الزمالك واجه الرجاء، واجه فريق بينافس بقوه للبقاء من اجل التواجد في الدوري الممتاز للموسم الثاني. يعني كابتن شريف عبد الفضيل، النادي الزمالك مع كابتن ايهاب جلال العديد من الامور تعدلت، عوده حازم امام كان باك يمين، باسم مرسي في قياده الهجوم، مدبولي يعود مره اخرى لتشكيله نادي الزمالك، وكانوا عاملين ثنائيات قويه، يعني كلهم صنعوا هذا الفوز. هو كابتن ايهاب جلال طبعا شايفين ان هو ماشي بخطه ثابته وبيطور من الفريق بشكل ملحوظ. كابتن ايهاب جلال لو تلاحظ في اخر كام مباراه اللي هو حسمهم كلهم في الشوط الاولاني، دايما بينزل الشوط الاولاني من جونين لثلاث اهداف بيحرزهم في الشوط الاولاني، وتلاقي المستوى الفني في الشوط الثاني بدا يقل. ايه السبب كابتن شريف؟ السبب ان هو بيبقى فيه تحفظ، بقى فيه تقفيل وفيه تكتيك معين بيلعب بيه. انا دلوقتي احرزت اللي انا عايزه من المباراه، اللي انا اخرج بثلاث نقاط، لان انا مهم قوي الفتره دي في نادي الزمالك ان انا ادي ثقه للعيبه. نعم. وادي ثقه للعيبه في الملعب، واديهم الشخصيه اللي هم مفتقدينها بقى لهم كتير، لان دي لعيبه يعتبر كلها جايه من انديه اصغر من النادي الزمالك، فلما تيجي تلعب في نادي الزمالك دايما بيبقى ليه مكانه وليه شعبيه كبيره، فلازم تتعود على الضغط وازاي تلعب تحت ضغط جمهور وفرق كبيره زي نادي الزمالك والنادي الاهلي.
لان اللعب في الانديه دي مختلف. فالنادي انا شايف يا كابتن ماهر ان كابتن ايهاب جلال بدا يتعامل معاهم بشكل بالظبط قوي جدا، بدا يديهم شخصيه وكاريزما في الملعب، بدا يطور من شخصيه اللعيبه. انا ليه دايما بتك على كلمه شخصيه؟ لان اللعيبه دي كانت مفتقده الشخصيه بتاعتهم في الملعب، مهتزين دايما. هل ده اللي كان موجود مع باسم مرسي وعاد في لقاء الرجاء؟ بالظبط، ودليل العلاقه اللي بينهم وبين اللعيب. يعني دايما نشوف مثلا باسم مرسي بعد ما احرز الهدف. طيب هو الان الزمالك خارج الكونفدراليه والخروج بضربات الجزاء امام ديتشا الاثيوبي 2-1 لنادي الزمالك، ولكن ضربات الجزاء هي من اعطت التاهل لفريق ديتشا، وكان هناك لقاء الذهاب ب 2-1 لديتشا، ثم في العوده نفس النتيجه بالنسبه لنادي الزمالك. اذا هنرجع مره ثانيه لاجواء الدوري، هنتكلم على ان باسم كان من اللعيبه اللي غايبه بقى لها فتره بسبب الثقه، سجل وصنع هدف في هذا اللقاء. بالظبط، يمكن دي بقى دي عوده الثقه. كابتن ايهاب جلال فضل ورا اللعيب لان هو عارف امكانيات اللعيب وعارف ان باسم لعيب مهم، لعيب هداف، محتاج يرجع له الثقه تاني لانه كان قاعد فتره كبيره بعيد عن الاصابات وبعيد عن المشاركه بشكل مستمر، وكان في لغط وقيل وقال دايما على ده مدبولي برده كان باسم اللي عمل الاسيست ومدبولي اللي احرز. بالظبط، يمكن باسم مرسي في المباراه دي يا كابتن، انا كنت مع باسم في مركز العلاج بتاعه، كنت انا في الجيم وكنت متواجد معاه وقعدنا نتكلم شويه في الامور الفنيه دي ومدى علاقته بالكابتن ايهاب جلال. بيتعامل معاه بشكل شخصي كانه اخ ليهم، ودي لعيب الكوره مفتقد قوي الموضوع ده. كابتن المدير الفني لازم يبقى اخ للعيبه. طيب كابتن ماهر، عايز اسال حضرتك، هل تراجع الاداء في الشوط الثاني بيبقى فيها عامل بدني؟ يعني دايما النادي الزمالك بيجي فيه اهداف في الشوط الثاني، مستوى الاداء زي ما قال كابتن شريف بيهبط في الشوط الثاني، هل ده العامل البدني له دور؟ انا حتى حابب ان يعني زميلنا في الاعداد يجيبوا لنا كده الهدف بتاع ديتشا احرزوه في الشوط الاول ولا الثاني، عشان في الثاني اهو ده انا لسه بقول لحضرتك في الشوط الثاني. ممكن يكون عامل بدني، وفي نفس الوقت كمان في مشكله في اللعب المصري يا محمد شريف، يمكن كلنا مرينا بيها. انت لما بتكسب في الشوط الاولاني بسكور عدد اكتر من 3 اهداف بيحصل نوع من التراخي، نوع من التكاسل. لماذا لا يحدث هذا مع النادي الاهلي يا كابتن؟ ان الاهلي فمع منانا بيروح يكسب هناك وبيكسب هو بس شخصيه لعيبه النادي الاهلي بالزبط. المعظم 25 لعيبه عندهم هذه الشخصيه. لكن نادي الزمالك يا محمد يمكن ايهاب حط ايده على 8 لعيبه بس، بيحاول يبني فيه يعني بيبني، هو حط ايده على 8 لعيبه. لو نبص حتى في التشكيله بدا يقرب بقى من التشكيله الثبات في التشكيل، وده اللي هيخدم ايهاب بشكل كبير. وايهاب في الاول كان يهمه انه يكسب نفسيا. زمايلي برضو قالوا لي هم احرزوا هدفين في اول ثلث ساعه، نفس القصه امام الرجاء بالظبط، واستقبل هدف في الشوط الثاني. اذا في مشكله كابتن في الجانب البدني، مشكله بالجانب البدني زي ما قلت لك، وفي نفس الوقت الدوافع اللي موجوده عند اللعيبه. وبرضك اللعيب المصري دي مشكله، خد بالك احنا متورثينها اجيال مع ورا اجيال. لما بتحس ان انت كسبان سكور بيحصل نوع من اثنين كبار في النادي الاهلي، ما كانش عندكم المشكله دي؟ لا يعني هو يمكن بس محمد دي ميزه النادي الاهلي، ان طول عمره النادي الاهلي عنده الدوافع، طول عمره النادي الاهلي لاخر دقيقه بيلعب، طول عمره النادي الاهلي عنده الشعار الفانيله الحمراء، بيكافح لاخر هدف، عنده اهداف كثيره، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله افريقيا، البطوله العربيه. فانا عايز اقول لك ان ايهاب جلال كان يهمه في بدايه المشوار انه يكسب، واخد بالك، بدون اداء ما يهموش الاداء، يكسب عشان الحاله النفسيه تعود مره ثانيه للاعبين وتعود مره ثانيه للجهاز الفني، خصوصا ان النادي الزمالك اتاخر بشكل كبير جدا. نعم. هذا العام. لكن ايهاب قدر يحط ايده فنيا بقى، قدر يحط ايده على 8 لعيبه بيعتبروا من قوام الفرقه الاساسيه. يعني عندك بالنسبه لحراسه المرمى الشناوي ناحيه اليمين عمل جبهات، يمكن النقاز لعب في الاول بعدين حازم بدا يخش مع مدبولي في الناحيه اليمين. من الناحيه الشمال عنده معروف وعنده عبد الله جمعه عمل جبهه. نعم. ناحيه الشمال قلبي الدفاع لاعب عنتر الاخر بالظبط. نعم. وعنتر يمكن بيبدا قبل عبد الله وبعدين عبد الله ممكن يغير. عنده ثلاثه في نص الملعب بقى، في ركيزه في نص الملعب، طارق ومحمود عبد العزيز وفتحي وبعدين خط الهجوم شفنا لقينا ان كاسونجو من البدايه وبعدين لجا بعد كده لباسم اللي بدا يجتهد. واعتقد ان باسم كمان بدا في هذا اللقاء انا شايف ان نادي الزمالك بدا كابتن ايهاب جلال فنيا واداريا يقدر يحط ايده على كوام اكتر من 8 لعيبه، ودول اللي هيساعدوه بشكل كبير جدا الفتره الجايه، لان هو بيحارب بشكل كبير هو والنادي الاسماعيلي على المركز الثاني. يعني الزمالك دلوقتي في المركز الثالث
ده حوالي 54 نقطة والإسماعيلي 56 بونت يعني بونت قرب يعني. بشكل كبير جدا مباراة واحدة تفرق ويمكن ده الهدف اللي بيسعى عليه نادي الزمالك هذا العام وهو المركز الثاني. كابتن شريف كابتن شريف هل لقاء الزمالك والإسماعيلي هو الأسبوع القادم بالظبط هل هيكون هو الفاصل لمن سيحصل على المركز الثاني؟ اه طبعا ده هيدي دفعه قويه او بوش قوي جدا للي هيقرب اكتر للمركز الثاني لان طبعا الحمد لله المركز الاول بعيد كل البعد عن الفرقتين. المركز الثاني هتبقى المنافسه عليه شرسه جدا. المباراه الجايه دي الاسماعيلي والزمالك هتبقى مباراه شرسه لان هي هتكون 2 ابريل لان دايما المباراه دي كابتن اللي بتبقى بتتلعب على مركز دي بتبقى بستة بونت دايما لان انت بتوقف الفريق بتاعك وانت بتعلى عليك باتنين بونت لان هو فارق بينهم بونت واحد بس. فهتبقى مباراه شرسه جدا. النادي الاسماعيلي بقى عنده دافع قوي بقياده المدير الفني بيدرو. انا اتعاملت معاه قبل كده مع مستر مانويل جوزيه مدير فني شاب طموح خد خبرات خد دورات تدريبيه عاليه. الناس حكمت عليه في الاسماعيلي ان هو بعيد هو شوية. ابتدى يعدل النتائج بدا يبقى ليه شكل بدا يبقى ليه دوره بصمته بدات تظهر مجرد ما الناس سابته يشتغل. احنا عندنا مشكله في مصر عدم الحكم المتسرع بالظبط دايما اللعيب او المدرب عامه الاداره دايما بتحكم عليه بدري قوي بالذات ما عندهمش صبر ما عندوش القوه ان هو يقدر ويدي الثقه للمدير الفني المتواجد ان هو يقدر يقود المسيره للاخر اديله خليه يبقى عنده ثقه في ادائه في تعامله مع الناس. لازم يبقى عندنا احترافيه شويه في النقطه دي. خلينا نتكلم عن النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بدا السنه دي كان اول دوري لاسابيع طويله كلنا اتكلمنا في الموضوع ده بشكل مبالغ فيه قلنا النادي الاسماعيلي عاد. النادي الاسماعيلي كان طموح اصلا جماهير النادي الاسماعيلي ومجلس الاداره انه يعدل من ترتيبه في الجدول لان هو كان مفنش السنه فاتت مركز سادس المركز السنه اللي قبليه سادس وكان سابع وخامس. يعتبر هذا الموسم طفره هذا بالزبط. اللقاء الاسماعيلي بتروجيت واحد من اللقاءات الصعبه جدا. بتروجيت صراحه تعدل مستواه وترتيبه في المركز الثامن برصيد 36 نقطة اللقاء في ملعب السويس والنادي الإسماعيلي استطاع أن يفوز بهدف مقابل لاشيء دييجو كالدرون برضو هدف جميل جدا تعاون ما بينه وبين شكري نجيب يمكن دبل 1-2 كابتن شريف بالظبط يمكن شكري نجيب أنا لعبت معاه لعب في نادي الإسماعيلي لعب كان كويس في بداية الموسم طلعوه إعارة نادي المقاولين العرب ورجع تاني من الإعارة في شهر واحد لعيب مفيد جدا. ده تقريبا الصفقه الوحيده اللي جت في يناير للنادي الاسماعيلي. ده اللي كنا بنقول النادي الاسماعيلي ينقصه العناصر التي يتم تدعيمها ولازم اللعيب. احنا عندنا في النادي الاهلي يا كابتن دايما اللعيب الاساسي البديل مش هنقول البديل بيبقى على نفس قيمه اللعيب. نادي بتروجيت كان له فرص وادي عواد كان متالق اول 20 دقيقه كان بتروجيت متسيد بعد كده انتقلت الامور الى النادي الاسماعيلي. كابتن ماهر تراجع مستوى بتروجيت وتفوق كالدرون صراحه كالدرون حاجه تانية هل ده اللي ادى الفوز للاسماعيلي؟ اكيد واضح الاسماعيلي ان ادي ال1 2 الهدف اللي بتتكلم عليه الدبل بس مرتين فدي جمله من ضمن الجمل اللي بيلجا ليها المدربين الاختراق من العمق. دي جمله مثاليه والاختراق من العمق بالذات بيبقى عن طريق الدبل باس انك انت تقدر تضرب خط وتقدر تضرب الخط الثاني فنجحوا طبعا لعيبه النادي الاسماعيلي. والنادي الاسماعيلي يا محمد شريف مشهور بالحاجات دي يعني احنا وحشانا الكلام ده وحشنا من زمان من النادي الاسماعيلي ما شفناهوش يمكن على فترات لكن طبعا المجموعه دي عندها عناصر يمكن ابراهيم حسن عنده زي ما قال شكري زي ما قال كالدروني هداف ابراهيم حسن فدول لعيبه كريم بامبو كان بيلعب اسلام عبد النعيم كل دول لعيبه مهاريه يقدروا يساعدوك بالنسبه للتكتيك اللي انت بتحطه للعيبه زائد المرونه التكتيكيه من خلال اللاعب. دي مرونه تكتيكيه بتحسب للثلاثي او الرباعي اللي هم عملوا الجمله الجميله ديت. نعم الجمل دي يا محمد مطلوبه من اللعيبه في المباريات اللي فيها التكتل الدفاعي بشكل كبير انك انت ازاي تقدر تضرب خط نص الملعب وبعدين خط الظهر بالحاجات اللي فيها. كابتن ماهر كالدرون 14 هدف وحينما لا يحرز كالدرون الاسماعيلي لا يفوز ودي برضك من ضمن المشاكل اللي بيقابل نادي الاسماعيلي زي ما قال شريف البديل. الدكه اللي موجوده عليها لعيبه نادي الاسماعيلي ما بتساعدش الجهاز الفني يعني ما فيش بديل بنفس مستوى كالدرون اللي حضرتك تقصده بالظبط البديل في نفس المستوى اللي يقدر كمان لما ابدا اشركه زي ما نشوف النادي الاهلي لما بيبدا البدلاء يبداوا يخشوا تبان بقى الاضافه اللي بتحصل يعني مروان مكان ازارو اجاييه ممكن يشتغل بالظبط فهو دي المشكله اللي يمكن اللي قابلت نادي الاسماعيلي وفقدته بعض النقط
بشكل كبير جدا ان هو ما عندوش البديل للكوف اللي يقدر يكمل المشوار لنادي الاسماعيلي. عايز اقول بس حته بالنسبه للاداره محمد شريف، ان اداره النادي الاسماعيلي لما اشتغلت على الاستراتيجيه هي ترجع النادي الاسماعيلي لحلاوته في ادائه وشكله. وزي ما قلنا ان الاسماعيلي السنوات الماضيه كان خارج المربع بشكل كبير، فده ما ينفعش. النادي الاسماعيلي من الانديه الشعبيه الكبيره اللي كل الناس بتحبها في ادائها ومستواها. فالنهارده يمكن اداره نادي الاسماعيلي قدرت ان هي يعني تحسن في الدور الثاني من شكل واداء نادي الاسماعيلي، طبعا بوجود الراجل الخواجه اللي مساعد بيترو المساعد يمكن منوج جوزيه، وهو من المدربين الاكفاء يمكن شريف اتعامل معاه. في حاجات كتيره جدا من شخصيه منوج جوزيه انا شايف ان هيبقى اضافه، بس صبرا بقى على المدربين. يعني انا عايز اسال حضرتك بقى. مواجهه الاسماعيلي والزمالك والان نادي الزمالك بره من افريقيا، واصبح صراع التاهل لافريقيا ما بين الاسماعيلي والزمالك، والاثنين ما عندهمش ارتباطات افريقيه، يعني الاثنين هيبقى تركيزهم الوحيد في الدوري. كيف ترى هذه المواجهه؟ انا شايف ان المباراه هتبقى بمنتهى الصعوبه. لقاءات الاسماعيلي والزمالك بتبقى لقاءات قويه جدا، اذا كانت في اسماعيليه او كانت في القاهره، ويمكن معظمها الاسماعيلي بيتغلب على الزمالك فيها. فانا شايف طبعا النهارده هيبقى الصراع بين الاسماعيلي والزمالك على المركز الثاني. يمكن الاسماعيلي عنده 56 بونت والزمالك عنده 54 بونت، الفرق بونتين، يعني محتاج الزمالك انه يكسب المباراه عشان يتفوق على الاسماعيلي ويحتل المركز الثاني. باداء النادي الاسماعيلي اللي احنا شفناه انا شايف ان هتبقى مباراه صعبه جدا على الطرفين، لان هم قريبين من بعض في الشكل وفي طريقه اللعب، وحتى في الجانب المهاري هنا في لعيبه مهاريه على اعلى مستوى، هنا في لعيبه مهاريه على اعلى مستوى. لكن اللي هيحسمها اللي عنده الاراده، اللي عنده الشخصيه، اللي عنده الدوافع اكتر في ان هو يحقق المركز الثاني ويحافظ عليه بشكل كبير. فانا شايف هتبقى مباراه ممكن تكون من اقوى المباريات اللي موجوده في الدور الثاني بين الاسماعيلي والزمالك. كابتن شريف، هل فريق بتروجيت ومنذ قدوم كابتن طارق يحيى النتائج الى حد كبير تعدلت، اصبح في المركز السابع 39 نقطه، يعني استريح في ان هو خلاص باقي في الدوري الممتاز، وعنده بعض العناصر اللي بيحاول، سواء كريم طارق، سواء شملس بيكلي، سواء يعني علاء علي من النجوم اللي كان بيعتمد عليهم في هذا اللقاء. هل تضييع العديد من الفرص في بدايه اللقاء امام نادي كبير زي الاسماعيلي اعطى الفوز للاسماعيلي؟ اكيد طبعا، لما تيجي تهدر فرص امام فرق قويه وفرق كبيره صعب ان انت ترجع للمباراه، يعني بالذات لما تلعب قدام فريق زي النادي الاسماعيلي اصلا بيقدر يوصل للمرمى بوجود واحد هداف زي دياجو كيلدرون، جاب 14 جول في الموسم. مجرد غيابه عن الفريق بس ماتشين ثلاثه بتلاقي الفرقه اتاثرت، يا اما اتعلت يا اما خسرت. فانت بوجود واحد زي دياجو كيلدرون وتيجي تهدر اهداف قدام فريق زي النادي الاسماعيلي تحمل العواقب دي. فدايما انا طبعا كابتن طارق يحيى نقول ان هو بيقدم مستوى طيب الفتره اللي فاتت، ماشي بخطوه كويسه، لان طبعا فريق بتروجيت في بدايه السيزون كان بدا في تذبذب غير طبيعي، كان متاخر في الجدول، بدا يستعيد تاني تواجده وبدا يظهر بشكل كويس. كابتن طارق يحيى بيلعب باستراتيجيه هجوميه، وده واضح انه بيوصل للمرمى في فرص كتيره جدا. النادي الاسماعيلي يا دوبك وصل للمرمى احرز اهداف، نعم، يبقى عنده الفرويد اللي بيقدر يخلص الاهداف. رغم ان هو نادي يعني نادي اتشيمبونج، نادي الزمالك خد يعني ادى الكابتن طارق يحيى اتشيمبونج في نادي بتروجيت، ولكن في فارق ما بين كالدرون وما بين نجدة. في ما دايما ليه اللعيبه يا كابتن بيبقى ليه سعر مختلف، واللعيب ده بسعره 10 قروش وده بقرشين وده بخمس قروش. الاحترافيه بقى هنا، انا ليه ادفع في ده ملايين وادفع في ده ما ادفعش فيه؟ ما هو ده اللعيبه. في احنا دلوقتي في لازم عندنا فكر الاحترافي شويه، لازم نبص للناس في اوروبا بيتعاملوا ازاي ونتعامل معاهم بهدوء وبسلاسه، مش عايزين نعصب الامور علينا. يبقى دايما عندنا رؤيه، لان انا لما يبقى عندي واحد فيرو زي دياجو كالديرون ده ممكن ادفع فيه اي مبلغ، راجل من اقل الفرص بيجيب اهداف، بيخلي فرقته في المراكز المتقدمه. هو ده اللي بتكلم عنه. عندنا وليد ازارو رجع هداف الدوري، لاعب جاب 17 جول، رغم ان ازارو يعني منذ بدايه جاب 17 غير الاهدار غير يعني وعليه انتقادات مش ممكن، انتقادات يعني للناس اللي هي جمهور العادي، انما احنا طبعا بنبقى شايفين الراجل قد ايه مفيد في الملعب. كابتن حسام بدر عارف الراجل ده ايه قيمته في الملعب، تحركاته في الملعب، امتى بيتحرك، امتى بخلق فرص ليا في ظهر المدافعين، امتى اقطع في ظهر المدافع، امتى العب 1 2. الحاجات دي محدش يشوفها غير زي كابتن ماهر، زيك يا فاروق، الناس اللي قادره تعمل، انما الناس في الشارع ما
ما ما ما تفهمش ده احنا بنوضح لهم. لكن كان راي الجهاز الفني ثاقب ان هذا الفيرود دوت هيبقى الفيرود الاقوى وهينجح لي طريقه لعب. طبعا يمكن خلينا نرجع طبعا للكابتن طارق يحيى نتكلم ان هو عمل اداء جيد في اتمنى ان هو يستمر لنهايه الموسم لان المواجهات هتبقى شرسه لان عندك فرق كتير قوي بتنافس وكلها يا كابتن النقط قريبه من بعض جدا. وخبرته كمان شريف يمكن خبره طارق يحيى موجود في الدوري الممتاز فهو برضك بيقدر يحلل الفرق ديت ويقدر يتفرج عليها ويقدر يقيمها ويقدر يلعبها بالاسلوب المناسب من خلال طريقه اللعب ومن خلال الفرقه اللي موجوده عنده طبعا. وبيختار بقى يشوف بقى دوافع المباراه دي عايز يكسب عايز يتعادل يعني. فطارق عنده كمان عنده طريقه سلسه في اللعب بيقدر بيلعب بيحب لعب الكوره بيلعب كره هجوميه ما بيبقاش متنشن لا خلاص وصل بيهم للمركز الثامن يعني المركز يعني الثامن كويسه جدا 36 نقطه هو ضمن البقاء تمام 36 مكرر كمان يعني هو راجل سادس سابع وبعدين كابتن لو خد يكسب ماتشين تلاقيه بقى 40 بونت خلاص لسه ست مباريات يعني. طيب احنا هنذهب الى لقاء من اللقاءات اللي كانت مهمه للغايه في صراع البقاء طنطا والاسيوطي سبورت على ملعب استاد طنطا وتعادل هدف مقابل هدف. نتيجه الدور الاول كان فوز الاسيوطي بهدفين مقابل هدف امام طنطا. لقاء ما بين كابتن علي ماهر وكابتن عماد النحاس. هنذهب لتقرير وبعدين نرجع ونكمل كلامنا تحليلنا لهذا اللقاء الهام. لا شك أن بطولة الدوري الممتاز كان بمثابة وش السعد على لاعبين المحترفين بالأندية لا سيما بعدما انضم عدد كبير من اللاعبين لمنتخب بلادهم للمرة الأولى. البعض الآخر جاء بعد فترة غياب على رأسهم النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وهداف الدوري الممتاز برصيد 17 هدف بعدما قدم أداء ولا أروع استحق به أن ينضم مرة أخرى لصفوف المنتخب المغربي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد ليعود النسر المغربي من جديد لصفوف أسود الأطلسي. الوضع نفسه بالنسبة للنجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عندما انضم لمنتخب بلاده أيضا والذي يستعد لخوض مباراة ودية استعدادا لمباريات كأس العالم المقررة في روسيا العام الجاري. وبالفعل أنهى اللاعب إجراءات الحصول على التأشيرة الخاصة به خصوصا بعدما قدم أجايي موسما ولا أروع مع القلعة الحمراء منذ انضمامه للفريق سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. هو الأمر الذي يبرهن حقا أنه موسم استثنائي شهد تألق كل منظومة الفريق الكروي واستقرار غير مسبوقين من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. هنا أيضا اللاعب عباس أميدو مهاجم الإنتاج الحربي القادم من صفوف كابس يونايتد الزيمبابوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. انضم اللاعب لمنتخب بلاده للمرة الأولى بعد مستوى متميز مع فريق العجلات الحربية تحت قيادة المدير الفني المخضرم مختار مختار. الوضع نفسه لمهاجم الأسيوطي العملاق الناميبي شيلونغو الذي انتقل للأسيوطي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لم يخيب الظنون فيه حيث سجل العديد من الأهداف التي قادت فريقه لاحتلال مركز متميز في جدول الدوري. استدعى ريكاردو مانتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا اللاعب لتدعيم صفوف الفريق في ودية ليسوتو والتي ستقام في 27 من شهر مارس الجاري. بدون شك جاء تألق الكونغولي كاسونغو لاعب الزمالك في الفترة الماضية وتسجيله عددا من الأهداف ليصل رصيده إلى 9 أهداف لذلك تم استدعاؤه من قبل فلوران أبينجي المدير الفني للكونغو الديمقراطية ليكون الحضور الدولي الأول للاعب في تاريخه حيث يستعد منتخب بلاده لمواجهة تنزانيا في فترة التوقف الدولي والتي تعتبر مواجهة ضمن الأجندة الدولية. الدوري المصري هو محطة المنتخبات للاعيبة الأفارقة هو محطة الانطلاق. في ناس كتير تقعد تتكلم تقول لك الدوري المصري دوري ضعيف
يشوفوا ما يحدث مع المهاجمين الافارقه اللي بيلعبوا مش بس في الاهلي والزمالك، عندك لعيبه من الانتاج، عندك لعيبه في الاسيوطي دخلوا منتخبات بلدها الافريقيه من الدوري المصري لان هو الدوري الاقوى في المنطقه والقاره الافريقيه وايضا من اقوى الدوريات العربيه. كابتن ماهر، تقرير مهم جدا عن دور اللعيبه الافارقه، حابب اخد تعقيب حضرتك وتعقيب كابتن شريف ان الدوري المصري هو محطه اللعيبه الافارقه للانطلاق. ودي حقيقه محمد زي ما انت قلت ان الدوري المصري من اقوى الدوريات اللي موجوده في افريقيا وفي الدول العربيه، ويمكن حتى كل الناس بتتفرج علينا بشكل كبير يعني. وزي ما تذكرت ان كل الانديه اللي موجود فيها لعيبه افارقه مؤثرين بشكل كبير جدا مع فرقهم وعاملين طفره بشكل كبير حتى المراحل الانتقاليه الشتويه، ومنها اللي استفاد بشكل كبير قوي الاسيوطي. نعم. يعني ثلاث لعيبه جوله في وقت مرحلة انتقالية بين الدورين قدروا يعملوا فرق جدا مع الاسيوطي، وزي ما انت ذكرت بعض الانديه كمان الاخرى، وزي ما احنا شايفين كده ان معظم هدافين الدوري كلهم افارقه، خمسه موجودين في الدوري المصري من افريقيا، وليد ازارو وكالدروني اسماعيلي وجون انطوي مصر المقصر. احنا معانا واحد من الهدافين يا كابتن على التليفون دايما بنشكر فيه، وهو اللاعب شكري نجيب لاعب نادي الاسماعيلي. مساء الخير يا كابتن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي وتحيات كابتن ماهر امام كابتن شريف عبد الفضيل. كابتن ماهر ازي حضرتك؟ شكرا. ازيك يا شكري عامل ايه؟ يا كابتن وحشنا الله. وحشني يا حبيبي، اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله، ما شاء الله شكري الفتره اللي فاتت شغال شغل جامد في الجيم، رائع. لا ومعاك شغل جامد في الجيم على طول معايا. حبيبي مش عارف اخش الجيم من بعد ما مشيت والله. مش عارف اخش الجيم. كابتن شكري، صراحه اداء مميز بالنسبه لك، عوده مره اخرى للاجواء الاساسيه في نادي الاسماعيلي، وكان برضو انتقال من نادي المقاولين نادي الاسماعيلي، مزامله الان مع واحد من هدافي الدوري، وصراحه عملته هدف جميل مع دييجو كالديرول امام فريق بتروجيت. طبعا اي حد والله مستفيد منه كتير جدا، والله لما لعبت بلعب تحتيه مستفيد منه كتير قوي، هو ما شاء الله زي ما مستر بتقول قوي جدا، هداف قوي من اقل فرصه بيقدر يخلص الماتش، فمريحني جدا 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 يعني. ف بس انا بشكر طبعا الناس مقاولين كابتن عوده وكل الجهاز والباشمهندس طبعا عادل، الناس كلها كانت ناس محترمه معايا وكده. الحمد لله الفتره يعني ادينا فتره الحمد لله كويسه، واتمنى يا رب يعني الفتره بتاعت النادي دي ان شاء الله تبقى فتره كويسه جدا يا رب ان شاء الله، ونخلص كده الدور، نخلص الدور الثاني ده ان شاء الله في المركز الثاني، وان شاء الله السنه الجايه تبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله للفرقه كلها يعني. شكري، بداية دخولكم في اللقاء هل كان التركيز مع مستر بيدرو على الفوز والحصول على المركز الثاني؟ هو كل الماتشات احنا حتى الباشمهندس ابراهيم جه قعد معانا، الماتشات الجايه كلها مكافاه هتبقى بزياده وضعف ونكون قويه ولازم نخلص، احنا كنا ماشيين في المركز الاول ودلوقتي نزلنا المركز الثاني، لازم نستمر على الموضوع ده طبعا، استدعامات السنه الجايه ان شاء الله وكده، تفصيل لكده، فعايزين نخلص ان شاء الله السنه دي في المركز الثاني باذن الله، ونبص للي جاي بقى ان شاء الله يعني. طيب لقاء نادي الزمالك المباراه المقبله استعداداتكم ازاي؟ والله انا زي ما بقول بشوف اللي جايه كده، احنا واخدينها كده طبعا ماتش الزمالك زي فرقه الاهلي طبعا، فرقتين كبار يعني اعتبرها اكبر ناديين في مصر عن نادي الاسماعيلي، فمباراه طبعا تبقى مميزه جدا الاسماعيلي والزمالك من زمان، فالتركيز طبعا فيها قوي جدا، ان شاء الله نقدر نعمل شويه نتيجه ايجابيه باذن الله، والماتشات اللي بعدها بس ثلاث نقط، واللي بعده باذن الله برضه تكمل كل ان شاء الله باذن الله ثلاث نقط ان شاء الله. طيب كابتن شكري، انت لعيب منتخبات، كنت في المنتخب الاولمبي من قبل، كان اعتقد كابتن حسام البدري هو المتولي القياده الفنيه للمنتخب الاولمبي في هذا الوقت، رايك ايه عن كابتن حسام البدري؟ لا انا يعني مستوى الشخص انا بحب كابتن حسام جدا، انا قعدت معاه فتره كثيره يعني كنت ثلاث سنين في المنتخب من زمان، هو كان زي ما تقول بيتقبل ليا يعني، حتى هو كان بيسافر السعوديه وكنت بكلمه، كنت بكلمه على طول، فانا بحبه جدا على المستوى الشخصي. الكوره طبعا انا مش هتكلم عليه، فانت عارف الناس كلها عارفه حسام ايه، فبس حتى المشكله اللي حصلت في المنتخب في اخر تجمع خالص قبل البطوله ما كنتش موجود، بس انا بعيد عن اي حاجه انا بحب كابتن حسام جدا،
هو ما بيهزرش كده، بس اللي يعرفه كويس ده هو دمه خفيف جدا وبتاع، فانا بحبه قوي يعني. فبس يعني. شكري. عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ حبيبي يا كابتن، الحمد لله. ربنا يخليك. انا طبعا بهنيك على المستوى الرائع الفتره اللي فاتت دي، حتى وانت متواجد في نادي المقاولين. شكرا. جبت له اعاره من النادي الاسماعيلي عشان هو عايز يطلع اعاره، دي تفرق كتير، لان هو كان طلب، لان شكري كان النادي الاسماعيلي كان فيه امور اداريه لحد ما مش متظبطه، فالراجل حب ان هو بيحب يشتغل في مناخ كويس ومناخ هادي، لان انا شكري من اللعيبه يا كابتن الحريفه قوي، وليه شخصيه في الملعب. لسه بقول لك يا كابتن ماهر قبل اللقاء، شكري نجيب من اللعيبه اللي ذو شخصيه، عنده امكانيات رهيبه، بس مش قادر يخرج ده. شكري نفسه يروح المكان اللي هو يقدر يخرج ده، لان هو عنده القدره. يمكن الجول اللي احنا شفناه له هانتوهات الصغيره في المساحات الصغيره دي ما يعملهاش غير لعيب عنده خبرات، عنده لعيب شخصيه قويه، قدر ان هو يستخدم المهاره الفنيه بتاعته في اضيق المساحات، وده اللي النادي الاسماعيلي بيدور عليه بقاله سنين. احنا مفتقدين كره الاسماعيلي، فموجود عندي شخصيه زي شكري نجيب متواجده في النادي الاسماعيلي، واحد زي ده لازم يبقى اديله الاريحيه عشان يقدر يبدع في الملعب، يديني كل الامكانيات المتاحه. يبقى انا كاداره لازم اريح لعيب زي ده، اللعيبه اللي عندها الامور الفنيه العاليه. فشكري انا اتمنى ان شاء الله ان انت تستمر على المستوى الرائع دوت، وتبدع اكتر واكتر، ومالكش دعوه بالقيله والقال، وانت فاهم انا اقصد ايه. وان شاء الله مزيد من التالق وشكري باذن الله. يضحك يضحك، انا عارف انت بتضحك ليه طبعا. انا عارف. لا شكري نجيب من اللعيبه الجمال، وحتى كما حينما كان مع اسوان كان له بصمه، واللعيب انت تقدر تقيمه لما تشوف بصماته، سواء مع الاسماعيلي مع المقاولين مع فريق اسوان كان له بصمه مهمه جدا. شكري نجيب طبعا نجم النادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على هذه المداخله. كابتن ماهر، هنذهب سريعا لقاء الاسيوطي وحمطة. الاسيوطي بصراحه هذا الموسم بيقدم موسم استثنائي، تشيلونجو يصنع الفارق مع كابتن علي ماهر ونجومه عمر بسام، حتى وتحس ان فريق الاسيوطي بيلعب فريق طنطا على ارض وسط جمهوره، ما عندوش اي مشكله تماما يا كابتن. طريقه اللعب وطريقه الاداء كانت افضل، وفي الاخير طنطا من ضربه ركنيه استطاع انه يحقق تعادل، ونقطه اعتقد يعني مهمه للغايه مع كابتن عماد النحاس. هو طبعا بنحيي النجمين الكبار بتوعنا عماد النحاس وعلي ماهر، وكمان بنحيي علي ماهر اكتر، من اول سنه تدريب فاجئنا بصراحه بالمستوى الجميل. نحيي. واضح ان علي استفاد من خبراته ووجوده في النادي الاهلي طبعاً. في الجهاز الفني افادته بشكل كبير جدا. افتكر شيف اشتغل مع مارتن يول ولا مع جريدو؟ اشتغل مع مستر جريدو. مستر جريدو وكان مع كابتن محمد يوسف وجريدو ده كان مدرب كويس بصراحه. طبعا على انا عايز اقول لك ان المنظومه الاسيوطيه، محمود الاسيوطي رئيس النادي عمل استراتيجيه جميله جدا، واختار جهاز فني على اعلى مستوى مكون من علي ماهر وهادي خشبه ومحمد عبد الكريم، واختاروا لعيبه من الدوري المصري عنده خبرات، ودي اللي ساعدته بشكل كبير جدا، عملت تقل للاسيوطي. المرحله الجميله بقى للاسيوطي المرحله الانتقاليه، اللي قدر ان هو يجيب ثلاث لعيبه افارقه زي ما احنا شفنا منهم الهداف الجميل اللي احنا شفناه على الشاشه اللي هو شالونج ده شيلونجو شالونجو. واضح قوي ان هو لعيب قوي، لعيب بيخلق نفسه مساحات بشكل كبير جدا، بيهرب من الرقابه، عنده تصويبات يعني دي من ضمن الحاجات الصعبه جدا، هدف صعب ان هو تقدر انك انت تستغل. بالظبط. وبعد كده زي ما الشيف قال الرشاقه والمرونه اللي موجوده عليها اللاعب. طب احنا معنا على الهاتف كابتن حماده انور مدير الكره بفريق بتروجيت. كابتن حماده بنقول لك هارد لك على لقاء امام نادي الاسماعيلي، عندكم ماتش مهم جدا امام الاتحاد. الاتحاد ماشي الصراحه بخطى كويسه مع كابتن محمد عمر، ولكن اخر لقاء حصل هزيمه، وبالتاكيد عايز يعزز بقائه. كابتن حماده. محمد زيك، وكابتن ماهر وكابتن شريف عقدين، تحياتي. مساء الخير يا حماده. تحياتي ليك يا كابتن. الله يخليك كابتن. الله يخليك. ماتشكم امام الاتحاد السكندري لقاء صعب، والاتحاد بيبحث عن البقاء. والله اكيد انت عارف كل المباريات دلوقتي بقت صعبه، سواء للي عايز يحسن موقفه في الجدول، وللفرق برضو اللي هي بتهرب من الهبوط، وحتى في المربع الذهبي اللي هو زي ما بنقول كل واحد عايز ينهي في مركز يقدر ان هو السنه الجايه يبقى موجود، سواء الزمالك عايز ينهي في المركز الثاني عشان دوري الابطال، وبرضو نفس القصه المصري او الاسماعيلي.
فانت كل المراكز حتى اللي في الوسط دلوقتي، يعني احنا مثلا عندنا مباراه بكره مع الاتحاد، احنا في المركز الثامن مقرر مع المقاولين، بتحاول ان انت تنهي بشكل كويس. الاتحاد عايز ياخد ثلاث نقط لان هو عنده الدوافع اكتر ان هو عايز يهرب من منطقه الهجوم زي ما بنقول. نتائجه كويسه مع كابتن محمد عمر والجهاز الفني المحترم الموجود، دعمه كويس في فتره انتقالات يناير، ومش ان هم عشان خسروا من دجله يبقى نقول ان هم عندهم دروب، لا هو طبيعي ان انا مش هكسب على طول، لكن هم عندهم دوافع بكره اكيد، واحنا عملنا حسابنا على حاجه زي كده. طب انتوا عندكم نواقص او لعيبه مش هتشارك بكره يا كابتن ولا الفرقه كامله؟ عندنا حسام حسن المساك انذار ثالث هو اللي مش موجود، لكن بقيه اللعيبه رجع لنا طه عادل موجود برضه في مركز المساك، بقيه اللعيبه كلها موجودين ان شاء الله، ما عندناش اي نواقص ثانيه. طيب انا عايز اسال لك كابتن حماده، الهدف بتروجيت هل الدخول اكثر الى المركز الخامس او البعد اكثر في جدول الدوري؟ والله بص حضرتك، احنا بالنسبه لنا لما جينا مسكنا الفريق بعد الدور الاولاني كان باقي مباراه واحده مع الانتاج الحربي، كان في الكابتن محمد يوسف جهاز فني محترم جدا، نعم. عمل شغل كويس جدا مع فريق بتروجيت، بس ما كانش موفق، يعني التوفيق ما كانش موفق في بعض المباريات، لكن لما جينا احنا ربنا كرمنا في اول مباراه كانت قدام الانتاج الحربي، ابتدت الفرقه في نتائج ايجابيه، حققنا بقينا في المركز الثامن. اكيد انت لو انت ما عندكش الطموح او ان انت تبقى في مركز متقدم يبقى اكيد مش اللعيبه بتاعتك هتبقى نفس القصه. نعم. فانت طبعا الجهاز الفني اللي موجود كلنا الحمد لله، يعني سواء انا والكابتن طارق او كابتن مدحت او كابتن احمد عبد الفتاح كلهم ولاد، يعني سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي، اكيد انت على طول بتلعب على بطولات، فاكيد عندك ثقافه المكسب على طول، عندك روح المكسب على طول، ان انت عايز تبقى في مركز متقدم، وده اللي انت بتحاول تنقله للعيبه بتاعتك، ان مش ان انت بقيت المركز الثامن يبقى انت خلاص قعدت الدوري هو دي اقصى طموحاتك، لا اكيد بتحاول، وخصوصا زي ما انت شايف يا محمد النقط كلها بتاعت الفرق اللي فوقيك لحد المركز الخامس كلها فرق نقطتين وثلاثه. نعم. يعني انت تكسب مباراه تلاقي نفسك بقيت الخامس او السادس. نعم. هو وحتى في صراع الهبوط الفرق نقطتين وثلاثه. القصه ولو خسرت مباراه ولا اثنين هتلاقي نفسك بقيت ال 11 ولا ال 12. نعم. لان اللي انت هتلاعبهم هم اللي تحتيك، يعني انت النهارده مثلا بتلعب الاتحاد تحتيك. مثلا هتلاقي مثلا مبارياتك اللي جايه الاسيوط المقاولين كلها فرق كلها حواليك، لو هي كسبتك تركب فوت تلاقي نفسك انت بقيت ال 12 ال 11. نعم. يبقى انت اكنك ما عملتش حاجه غير ان انت قعدت في الدوري. نعم. فكل الحاجات دي وكل الكلام بتاع الجهاز الفني مع اللعيبه ان انت برضو بتحسهم ان مش خلاص انت نهايه المطاف ان انت تقعد في الدوري، لا طبعا. فمش دي طموحاتنا، اكيد عايز تنهي بشكل كويس وعايز تنهي في مركز كويس. كابتن حماده انور مدير الكره بفريق بتروجيت، بشكرك شكرا جزيلا، كلام مهم عن طموحات فريق بتروجيت في الدوري هذا الموسم. نروح للقاء مره اخرى طنطا والاسيوطي. كابتن ماهر، اعتقد ان وصول طنطا للنقطه 26 وهزيمه الرجاء 22 بونت، وايضا دخل وادي دجله وفاز على الاتحاد، بقى صراع الهبوط على اعلى مستوى، خاصه ان طلائع الجيش ايضا فاز على المقاصه، فكل هذه الامور يعني موجوده، والنقاط الاسيوطي وطنطا فرقت للغايه. هل النقطه اللي خدها فريق طنطا ممكن تدفعه ان هو يبقى كابتن؟ المباريات اللي شبه بعض دي يا محمد لازم تبقى في 6 بونت، يعني لازم طنطا عشان يتواجد في الصراع لازم يكسب الاسيوطي. نعم. واخد بالك؟ فالبونت طبعا انا شايفه مش لصالح طنطا. نعم. الاسيوطي استقر، يعني وجود الاسيوطي في المركز ال 11 عند 34 نقطة فاستقر بشكل كبير جدا، ما تفرقش معاه بقى البونت او حتى كان باين في طريقة اللعب. بالظبط. فلكن هي المشكلة في 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 في, في, في طنطا في الثلاثي اللي بيحارب، ويمكن معاهم وادي دجله كمان، ان الامور قريبه قوي، يعني يمكن النصر خلاص واضح قوي، النصر بيلعب بشكل كبير 19 بونت، الرجاء 22 بونت، طنطا 26 ووادي دجله 29، حتى مصر المقاصه كمان قريب من بعد هزيمه هزيمته امام طلائع الجيش. اذا انت حضرتك شايف ان النقطه صعبت الامور، لو كان كسب كان ممكن يبقى وضعه افضل. بالظبط. خاصه ان دجله فاز. نعم. طبعا انت اللي زيك القريب منك لازم تكسبه. نعم. بدل ما تاخد 3 نقاط هتاخد 6 نقاط. كابتن شريف، سريعا لقاء الاتحاد ودجله، وكلا الفريقين صراع من اجل البقاء
دجلة بعد تعادل طنطا كان بالنسبة له 3 نقاط نقطة 29، أصبح أنه محتاج فوز أو فوزين يكون موجود في الدوري الممتاز. يمكن زي ما الكابتن ماهر قال من شوية، الماتشات دي كلها هتبقى ماتش بستة بونت يعتبر، لأن هو أنت بتتكلم 29 بونت وادي دجلة، نادي الاتحاد 32 بونت، فبتتكلم في 3 بونت الماتش يركبك يطلعك تاني. انت بتتكلم كلها في ماتش وماتش يا كابتن ماهر، مفيش فروقات بعيده خالص، الماتش يطلعك فوق وماتش ينزلك تحت، فاي تعادل اي فريق من دول يعتبر خساره، لان في فرق تانيه بتطلع. فوز دجله وهو اول فوز يمكن بعد 5-6 ماتشات، وادي الهدف اللي كان ضربه ثابته وعملوا فيها تريك وباتريك مالو احرزها صراحه بشكل جميل. هل كان متوقع بالنسبه لك ولا كنت متوقع ان الاتحاد يستمر في سلسله الفوز مع كابتن محمد عبد؟ لا انا كنت متوقع طبعا، كلنا زي ما هو يعني سلسله الفوز واضحه، عندك نشوه انتصاريه، عندك في استقرار فني، مش هنقول اداري نقول فني، وبيعود بالإجابة على اللعيبه في الملعب، ففي اريحيه اكتر لنادي الاتحاد السكندري، ماشي يعتبر في يعني في الربع الاخير من الجدول، عنده حلول يعني، عنده حتى فوز الحناوي خض على الدكه، عنده كابوريا في الملعب، عنده لعيبه كلها، عنده لعيبه برضه مش اللعيبه برضه اللي تسنده قوي، خلينا الكابتن عمر قدر ان هو يرجع بالفريق ثاني بشكل كويس، يعني الكابتن محمد عمر ليه رؤيه فنيه، الاتحاد بيقدم معاه بشكل كويس، فمش معنى ان هو يخفق في مباراه او حاجه يبقى الدنيا لا، يعني عايزين برضه الاستمراريه في ان دايما الادارات لازم تدي فرصه اكتر للمدربين يبقى سبورت معاهم بشكل كويس. طب عايز اسالك على الكابتن طارق العشري، هل ادار اللقاء بالشكل الصح خاصه ان ده لقاء يعني بست نقاط؟ كابتن طارق مسك برضه في ظروف صعبه الاداره الفنيه لنادي وادي دجله، لان هو خد وادي دجله هو تقريبا في القاع تحت خالص، فبدا يمشي خد كذا انتصار متتالي، وبعد كده بدات ده برضه نتيجه الاختيارات من السابق. مش عايزين طبعا نقول اسامي المديرين الفنيين اللي قبل كده، بس خلاص يعني الكابتن طارق ماشي يعتبر بيحاول يرجع لوادي دجله لمكانته الطبيعيه في الدوري، لان احنا كنا واخدين انطباع كويس السنوات الاخيره عن يعني وادي دجله ان هو نادي احترافي بشكل كويس بيقدر ينافس بيخش الجدول. ومتى دجله عنده المقاولين، المقاولين حتى هزيمه امام سموحه، هزيمه ثقيله امام سموحه، ماتش صعب الاهداف دي كانت صعبه قوي يعني. كابتن ماهر اذهب الى لقاء ايضا من اللقاءات اللي تحدد فيها برضو الشكل العام لصراع الهبوط، وطلع الجيش ومصر المقصه، وطلع الجيش بيفوز بهدف مقابل لا شيء احرزه صلاح امين، وغلطه دفاعيه يعني صراحه يعني ساذجه للغايه من مدافع مصر المقصه في الهدف، ولكن في المجمل طلائع الجيش كان متحفز وعايز ياخد 3 نقاط يا كابتن. وواضح طبعا ان طلائع الجيش قدر ان هو ياخد 3 نقاط وياخد المركز العاشر. ده اول لقاء لكابتن محمد حلمي. يعني انا شايف ان تملي اللقاءات اللي بالشكل ده يا محمد بتبقى العامل النفسي مهم جدا، لان يعني حلمي لما تولى المهمه كل اللي عمله يمكن هو العمل النفسي للعيبه، ان هو قدر يقرب اللعيبه بشكل كبير جدا وحفزهم، وده النتاج اللي احنا شفناه، يعني واضح ان طلع الجيش كان انتشاره اكتر، سيطرته اكتر، اللعيبه كانت عندها هو الجيش كده خلاص كانت 30 نقطه اعتقد خلاص بصراحه، يعني مصر المقصه ل 30 لسه في في المعمعة، يعني المباراه دي يمكن 3 نقاط فرقوا جدا مع طلع الجيش حتى في الترتيب في المكان اللي بنسميه مكان الدفء، يعني هو هيلاعب الرجاء يبقى مستريح شويه. بالظبط كده، فانا شايف 3 نقاط فرقوا جدا مع طلع الجيش، ويمكن الهدف اللي قدامنا واضح قوي ان هدف كان فيه مهاره فرديه، وبعدين وسع بشكل كبير جدا تصويبه، قدر احمد عادل عبد يحط ايده ضربه في العارضه، لكن صلاح امين متابعه لها، وصراحه صلاح امين ابتدى يعود مره ثانيه لتسجيل الاهداف. بالظبط، يعني هو لعب كويس وهدف. بص حتى يمكن المكان اللي اختاره اختار يوسطن نفسه بشكل كبير جدا في قلب في قلب المرمى، فطبعا خدمته ان خبطت في العارضه وراحت في المكان اللي هو واقف فيه. عايز اقول لك ان الذكاء من صلاح امين، وفي نفس الوقت بيبقى متابعه من مهاجم محمد، حس المهاجم هنا بقى. فصلاح من ضمن المهاجمين اللي عندهم حس هجومي بشكل كبير، عشان كده قدر انه يسجل الهدف، وكان هدف وقت قاتل يهم جدا. لو احنا اتكلمنا على الشق الهجومي، واضح قوي ان الشق الهجومي نجح على الشق الدفاعي بالنسبه للتنظيم الدفاعي اللي موجود عليه المقصه، يعني حسيب بقى شريف هو اللي كمل الجزئيه الدفاعيه دي الصراحه، يعني سذاجه دفاعيه كبيره جدا، هو واقفين على الاوفسايد في الاول،
طبعا تمركز دفاعي خاطئ جدا من البدايه اصلا، ان هم واقفين على خط واحد. طالما الكره جت في المساحه دي في الثلث الاخير من الملعب، ما ينفعش انا بواقف كلي وشايف وباصص للكره بس. اولا لازم ابقى واقف بجنب الملعب شايف الكره وشايف الخصم دايما بميل، هو مين اللي هيجيب الجول بالظبط؟ بالظبط، اصل انا الراجل معاه الكره في نص الملعب، مين اللي هيجيب الجول؟ الراجل بيتحرك، فاتعملت بالتالي في ظهر المدافع. عندنا هنا المدافع الاخير، بص التمركز، عايز ابص طالع بيرفع ايده كمان. المدافع الثاني السيرد باك الاستوبر الثاني راح يقابل يغطي زميله، رايح ايديه في جنبه. اولا لازم ابقى رايح على طراطيف صوابعي وانا واقف، ده التمركز الصحيح للمدافع عشان تعرف تاخد التحرك على طول. اجبر المدافع دايما انه بيطلع بيبقى عنده خصمين، انا والخط، اجبره في اتجاه الخط دايما عشان ادي له مساحه عشان صعبها عليه، انما ما اديلوش مساحه ولا انا دخلت ايدي ورا ظهري ساب له لجوه، يعني ساب له الصعب مش ممكن يعني. وبعدين دي حطت رجل للمدافع طبعا، يعني مش عارف ده بدايات الدفاع يا كابتن، التمركز وازاي اروح اقابل المدافع وازاي اقف الوقفه الصح. هو البدايه كمان شايف التسلل اللي ما ضربش صح الهجمه بالظبط، وبعد كده بقى بدات، ما هي بدات من العواقب التانيه التمركز الخاطئ. هو مصر المقاصه في العموم عنده لقاء مهم امام النصر، وبرده لقاء بست نقاط، لان مصر المقاصه عنده 30 نقطه، وادي دجله كسب لو حقق نتيجه قدام المقاولين هتبقى الامور صعبه عليك طبعا. طبعا لان في الثلث الاخير من الفرق في قاع الجدول، انا قلت لك ماتش يطلعك فوق ماتش ينزلك تحت. التعادل، اي تعادل لاي فرقه من دول بيؤدي للموقف مش كويس ليها يعني. طيب كان فرقه النصر تعدت مع الداخليه بهدف مقابل هدف، وكان سموحه صراحه حقق فوز امام المقاولين العرب بثلاث اهداف مقابل لا شيء، ودي من باقي المباريات. طبعا احنا وقتنا للاسف انتهى، حديث ممتع للغايه مع نجومنا الكبار. طبعا في النهايه بشكر كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام، شرفتنا يا كابتن محمد. شكرا ايضا بشكر المدافع المدير كابتن شريف عبد الفضيل، شرفتني ونورتني يا كابتن شريف. ربنا يخليك يا محمد، وبشكر كابتن ماهر، شكرا ان انت سمحت لي اكون متواجد على مع كابتن ماهر وبيعلمنا وبنتعلم منه. انا سعيد بيك يا حبيبي، سعيد بيك. شكرا. دي كانت حلقتنا اليوم، اتكلمنا على حاجات مهمه، اتكلمنا على النقاط، اتكلمنا على التكريم، اتكلمنا على لماذا الاهلي بمن حضر، وايضا وضعيه الجدول الدوري الممتاز بعد الجوله 29. بعد استاد الاهلي ان شاء الله هيكون في حوارات مهمة جدا في الأهلي في كل مكان، ودائما وأبدا اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الأهلي حديث.